السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد في الحرمين الشريفين في سنته الثانية 38 و400 وألف، والكتاب المقروء فيه هو التعليقات السعدية على العقيدة السفارينية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي بكسر السين المهملة، فهو الموجود بقلمه المسموع من أصحابه وأهل بيته. يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. والمقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في العاشر من محرم الحرام، في العاشر من المحرم الحرام سنة 37 و400 وألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل فجر يوم الخميس 28 من جماد الآخرة سنة 76 و300 وألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم يحمل هذا الكتاب عنواناً من وضع مصنفه، إذ هو مأخوذ من تقريراته في درسه، التي أملاها على أصحابه فقيدها عنه أحدهم، وهو شيخنا عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل رحمه الله، ثم طبعت بعد وفاته وجعل لها اسم التعليقات السعدية. والمناسب في صناعة العلم أن تسمى تقريرات، فالملتقط من كلام المعلمين في الدرس يسمى تقريرا، فما أخذ منه فليحمل هذا الاسم. أما التعليقات في عرفهم فهو ما يكون من وضع أحد بقلمه على كتاب ما، سواء جرده في حياته وسماه التعليقات، أو جرد بعد وفاته من كتابه فيعطى هذا الاسم. ومنه عرفت التصانيف المشهورة باسم التعليقة عند الفقهاء، فهم لا يقصدون شرحاً مستوفاً يلاحظ فيه الكتاب من كل وجه، بل مقصودهم الإنباه إلى جمل من القول المفتقر إليها، فيثبتونها إما مجموعة مفردة، وإما على صفحات كتبهم، ثم تؤخذ عنها ويكون لها اسم التعليقة أو التعليقات. والمقصد الثاني بيان موضوعه،
موضوع هذا الكتاب تقريرات أملاها العلامة ابن سعدي على متن معروف في الاعتقاد اسمه الدرة المضية، وأعطي اسم العقيدة السفارينية نسبة إلى مصنفه العلامة محمد بن أحمد السفاريني المتوفى سنة 88 و100 وألف، وقيل في التي بعدها. وكتابه هذا متلقا بالقبول عند أهل السنة، إلا أحرفا يسيرة نبه عليها وفشى إقراؤه في الحرمين ونجد قديما، لأن مصنفه حنبلي، فكان ممن أقرأه في المسجد الحرام من الحنابلة شيخ شيوخنا أبو بكر ابن محمد خوقير، فأقرأه وأدركت من أصحابه الذين قرأوها عليه شيخنا حمد ابن إبراهيم الحقيل رحمه الله، وأقرأها في نجد جماعة منهم المصنف ابن سعدي، وكان كثير الإقراء لهذا المتن شديد المحبة له. والمقصد الثالث توضيح منهجه. تقدم أن هذا الكتاب لم يوضع تصنيفاً، وهو ملتقط من كلام العلامة ابن سعدي، ويبرز فيه منهجه في التعليم من اختصار القول ووضوح العبارة وسهولة الإفهام، مع الاعتناء بالأدلة والنقل عن الأجلة، فهو يذكر فيما يحتاج إليه دليلاً من القرآن أو من السنة، وربما أحال على أحد من المصنفين المعتمدين في علم الاعتقاد كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم رحمهما الله. وهذه خصيصة وهبها الله له، فتقدم بها على غيره من أهل زمانه، حتى حسده من حسده، وتكلم فيه من تكلم فيه ظلما وعدوانا. وقد أخبرني أحد تلاميذته وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز بن حنطي رحمه الله أنه قصد الرياض من بلدة شقرى، وأقام فيها سنين يدرس العلم، ثم سمع بنبوغ رجل يقال له عبد الرحمن ابن سعدي، وأنه مع تقدمه بالعلم فإنه يذكر بالسوء ومخالفة أهل السنة. قال: فاهتبلت مرة فرصة زيارة أهلي في شقرى، فخرجت إليه ودخلت مسجده في الضحى، وكنت أضمرت في نفسي أسئلة ألقيها عليه لأتحقق من صحة اعتقاده أو مخالفته أهل السنة. قال: فجئت إليه واستكبرت، فلم أجلس في حلقته وجلست وراءها، فلما سمعت كلامه وحسن تقريره وأنه ينقل عن الأئمة المعتمدين كابن تيمية وابن القيم، عرفت أن الرجل محسود. قال: وبقيت في نفسي بقية، وكان المجلس قد وافق العقيدة السفارينية، فعلمت أن الرجل سلفي، فلما قام أخذت أمشي جنبه وألقي عليه أسئلة في العقيدة، فكان يجيب فيها كالسهم ويذكر لي كلام ابن تيمية وابن القيم. قال: فحملني ذلك على أن رجعت إلى الرياض، ثم أخذت متاعي وألقيت بجيراني عند الشيخ ابن سعدي، فلازمته حتى مات، واستفدت منه ما لم أستفد من غيره. وهي قصة مناسبة لحاله وحال تدريسه، مع ما وقع له من بعض من حسده وسعى له، وكون ذلك المجلس كان في
تقريره على العقيدة السفارينية التي هي المتن الذي قرر عليه في هذا المدون. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، فهذه فوائد لطيفة وتعليقات نفيسة على متن العقيدة الشيخ الإمام العلامة محمد بن أحمد السفاريني صاحب التصانيف الشهيرة المولود سنة 13 و100 وألف من الهجرة بقرية سفارين، المتوفى سنة 88 و100 وألف أو سنة 89 و100 وألف، علقت عليها وقت قراءتنا إياها على شيخنا حفظه الله من تقريراته وغيرها. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. قال الشارح فائدة: تعرف هذا العلم هو علم أصول الدين، مسائله ودلائله وحكم وحكمه الوجوب، وفائدته الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع. وهذه الثلاثة مع القياس هي الأصول التي يبني عليها الأصوليون والفروعيون. قوله رحمه الله: تعريف هذا العلم هو علم أصول الدين، أي أن علم الاعتقاد يسمى علم أصول الدين لجمعه لها. واسم أصول الدين يطلق على إرادة معنيين: أحدهما على إرادة كونها العلميات الاعتقاديات، ويقابلها فروع الدين التي هي العمليات الطلبيات، والآخر إرادة كونه المسائل المجمع عليها، إرادة كونه المسائل المجمع عليها في باب الخبر أو الطلب على حد سواء، وكون مقابله وهو الفروع المسائل المختلف فيها مما يجري فيه الاجتهاد. فالمعنى الأول لا يسلم من الإرادة عليه، وقد خطأه جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وأما المعنى الثاني فهو صحيح موافق للأدلة، بأن أصول الدين ما أجمع عليه سواء كان في باب خبر أو باب طلب، وأن فروعه ما جرى فيه الاجتهاد مما تنازع فيه المختلفون. ومن المقطوع به أن أكثر مسائل الاعتقاد والخبر مجمع عليها، فيصح أن تعطى اسم أصول الدين بهذا الاعتبار، أي أنه مما أجمع على مسائله، لا باعتبار اختصاص أصول الدين بالاعتقادات العلميات. وقوله لما ذكر استمداده من الكتاب والسنة والإجماع قال: وهذه الثلاثة مع القياس هي الأصول التي بنى عليها الأصوليون والفروعيون، أي المتكلمون في مسائل الاعتقاد والفقه. فالأصوليون هنا يراد بهم المتكلمون في علم الاعتقاد، فعلم الاعتقاد يسمى أصلاً، ومنه ما تجده في تراجم أهل العلم من قولهم: قرأ الأصلين، يعني أصول الدين وأصول الفقه، فيكون قد تلقى هذا العلم وذاك عن أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الحمد لله القديم هذا ليس من الأسماء الحسنى، بل من باب الخبر عن الله، وباب الخبر أوسع من باب الإنشاء، فيخبر عن الله تعالى بألفاظ لا يصح أن يسمى بها إنشاء، وكذلك قوله موجود. وأما قوله الباقي فرواها الترمذي من الأسماء الحسنى،
قوله مسبب الأسباب، وفي نسخة مقدر الآجال والأرزاق، الأرزاق داخلة في جملة الأسباب، فهو تخصيص بعد تعميم. قوله لما ذكر القديم بل من باب الخبر عن الله، المراد بالخبر عن الله ما لا يكون اسما ولا صفة ويذكر الله به، أي ما يذكر به الله وليس اسما ولا صفة، وهو جائز بشرطين: أحدهما عدم تمحضه في السوء، فالخالص في السوء لا يخبر عن الله به، والآخر وجود الحاجة لاستعماله. أشار إلى هذين في كلام مطول له ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وقد روي ذكره في أحاديث كالاسم الآخر الباقي، ولا يصح فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. قال الشارح رحمه الله: قوله قامت به الأشياء والوجود، هذا أحد معني القيوم، فإنه الذي قام بنفسه وقام به غيره. المراد بقيامها به افتقارها إليه، المراد بقيامها به افتقارها إليه، فلا سبيل إلى حصول مراداتها واستقامة أحوالها إلا بالافتقار إلى ربها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. قال الشارح رحمه الله: قوله دلت على وجوده الحوادث كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قوله فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، الوارث كما قال تعالى: ونحن الوارثون. قوله رحمه الله الحوادث يعني المخلوقات، سمي حادثا لوجوده بعد عدمه، سمي حادثا لوجوده بعد عدمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. قال الشارح رحمه الله: قوله سرمدا أي دائما قوله كنز الهدى معدنه ومقره. قال الناظم رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. قال الشارح رحمه الله: قوله معادن المعادن التي يستخرج منها الجوهر كالذهب والفضة، ومنه حديث فعن معادن العرب تسألوني. قوله التقوى، والتقوى كما فسرها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، والأسرار جميع ما استودعته لأخيك. ما ذكره المصنف في قوله المعادن التي يستخرج منها الجوهر خبر عنها باعتبار ظهورها، وأصل المعدن من الإقامة في باطن الأرض، فالعدن الإقامة، ومنه سميت جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها. وما ذكره عن طلق بن حبيب رحمه الله في حد التقوى استحسنه ابن تيمية وابن القيم والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته، ولهم كلام متفرق بديع في إيضاح هذه المعاني. وجماع التقوى شرعاً اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع، باتباع خطاب الشرع. وقول الشارح الأسرار جميع ما استودعته لأخيك، أي هذا أصل السر، والمراد به في وصف الصحابة ما كمن في نفوسهم من الفضائل، ما كمن في نفوسهم من الفضائل، فهم أصحاب أسرار باعتبار ما كمن في تلك النفوس الشريفة من الفضائل الجليلة. ولا يراد بأسرارهم ما اصطلح عليه المتأخرون من معان باطلة كاعتقاد الضر والنفع،
فمنهم من يقول إن فلاناً له سر، أي باعتبار ما يكون فيه من الضر والنفع، أو معان أخرى معروفة عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. قال الشارح رحمه الله: قوله وبعد فاعلم أن كل العلم أي مطلقا سواء كان شرعيا أو عقليا فرعيا أو أصليا. قوله كالفرع للتوحيد فكلها فرع لعلم التوحيد وهو الأصل فاسمع نظمي سماع تدبر وتفهم. فائدة تعريف التوحيد: هو اعتقاد انفراد الله بصفات الكمال الذاتية والفعلية والخبرية وإفراده بالعبادة. انتهى كلامه. فقولنا اعتقاد انفراد الله بصفات الكمال هذا هو التوحيد العلمي الاعتقادي، وهو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقولنا وإفراده بالعبادة هذا هو توحيد الألوهية، وبعضهم يقول العبودية، وهو التوحيد القصدي الطلبي. فائدة: كتب العقائد يبحث فيها عن أركان الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهي المذكورة في حديث جبريل الشهير. ذكر المصنف رحمه الله في هذا التعليق حقيقة التوحيد شرعا، فقال هو اعتقاد انفراد الله إلى آخره، وذكره الاعتقاد مبني على أصل من الأصول الثلاثة في بيان حدود العلوم، فإن من طرائق المتكلمين فيها أنهم يعرفون العلم باعتبار تعلقه بالعبد وقيامه به وكونه صفة له، باعتبار تعلقه بالعبد وقيامه به وكونه صفة له. فهو لما قال في تعريف التوحيد اعتقاد انفراد الله إلى آخره، أي باعتبار تعلقه بالعبد. والمختار أن العلوم تعرف بالنظر إلى ذواتها، أي بالنظر إلى المسائل القائمة فيها المشتملة عليها، فحينئذ يقال التوحيد هو إفراد الله بحقه. التوحيد هو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: أحدهما حق في المعرفة والإثبات، ويندرج فيه الربوبية والأسماء والصفات، والآخر حق في القصد والطلب والإرادة، وهو الذي يسمى بالعبادة والألوهية. فالكلام الذي ذكرناه يوافق كلام المصنف في مآله، لكن يفترقان باعتبار المأخذ الذي أنيط به كل واحد منهما. فمأخذ كلام المصنف النظر إلى علم التوحيد وتعريفه باعتبار تعلقه بالعبد وقيامه به وكونه صفة له، وهذا الذي ذكرناه تعريف للتوحيد باعتبار ذاته وما ينتظم فيه من المسائل. ثم ذكر المصنف آخراً أن كتب العقائد يبحث فيها عن أركان الإيمان الستة، فمدار علم الاعتقاد على أركان الإيمان الستة، وهو أصل قديم. فقد صنف الضحاك بن مزاحم الهلالي رسالة في الإيمان، ولما ذكر مسائله ابتدأها بذكر أركان الإيمان الستة، ولم يزل أهل السنة يجعلون مدار الكلام في الاعتقاد على أركان الإيمان الستة، وإذا ذكروا غيرها كالمسح على الخفين أو السمع والطاعة أو حب أبي هريرة فمقصودهم ما جعل شعاراً لأهل السنة في مقابل أهل البدعة. فالمسائل المنتظمة في الاعتقاد السني نوعان: أحدهما مسائل جوامع، وهي التي ترجع إلى أركان الإيمان الستة حقيقة أو حكما، وهي التي ترجع إلى أركان الإيمان الستة حقيقة أو حكما، والآخر مسائل توابع، وهي التي تذكر شعارا لأهل السنة في منافرة أهل البدعة كالمسح على الخفين
أو السمع والطاعة أو حب أبي هريرة أو غير ذلك. وبينا نظام مسائل الاعتقاد مطولا في شرح أصول السنة للحميدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله فيعلم الواجب كانفراده وتدبيره، والمحال كالولد والشريك. قوله كجائز في حقه تعالى كإنزال الكتب وشرع الشرائع ونسخ بعضها ببعض، ويعلم مثل ذلك في حق الرسل مما يجب في حقهم ويستحيل ويجوز، كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قوله فيعلم الواجب كانفراده وتدبيره، أي كانفراد الله وتدبيره، فهو واجب الوجود. قال والمحال كالولد والشريك، أي كنسبة الولد والشريك لله، فهما محالان. وما بعده من الجائز يعني الممكن مما يوصف به الله سبحانه وتعالى من فعله كإنزال الكتب وشرع الشرائع إلى آخر ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. قال شارح رحمه الله: قوله أن يعتنوا في سبر ذا، أي يهتموا في تتبع مسائل هذا العلم الذي هو علم التوحيد بالنظم، لما وصفه بقوله: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. قال الناظم رحمه الله: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. قال الشارح رحمه الله: قوله يروق أو يجمل، أي يجمل ويحسن ويشفي من ظمأ الجهل، ولكن هذا ليس خاصا بالنظم، بل النثر يشفي من ظمأ الجهل، إلا أن يقال إن النظم أبلغ من غيره. قوله من ظمأ الجهل، لأن أصل الظمأ هو الافتقار إلى الماء، وعلامته جفاف الريق، وماء العلم القلوب والنفوس إليه أحوج، فالظمأ الواقع من الجهل أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. قال الشارح رحمه الله: قوله فمن هنا، أي من هذا السبب نظمت لي عقيدة. قوله أرجوزة على وزن يبحوصة، وجيزة أي مختصرة اللفظ كثيرة المعنى. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. قوله أرجوزة على وزن أفحوصة، أي باعتبار ما يحاذيها من الكلام العربي، لا باعتبار الميزان الصرفي، فباعتبار الميزان الصرفي وزنها أفعولة، فمثل هذا يقال فيه أرجوزة على وزن أفعولة كإفحوصة. والأفحوصة ما يوسع من محل ليجلس فيه طائر أو غيره. وهذا الأثر الذي ذكره عن علي رضي الله عنه من الآثار المشهورة السيارة التي أوردها جماعة من المصنفين، ولا يروى فيه شيء ثابت عنه ولا يعلم مسندا. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. قال الشارح رحمه الله: قوله نظمتها في سلكها، أي نظمت في سلك هذه الأرجوزة مقدمة، فهي مفعول نظمت، وست أبواب معطوفة على مقدمة كذاك خاتمة. شبه الأرجوزة بالخيط، ثم نظم به هذه المقدمة وستة الأبواب والخاتمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قال الشارح رحمه الله: قوله وسمتها، أي سميتها بالدرة، أي اللؤلؤة المضية أي المنيرة، في عقد أي اعتقاد أهل الفرقة المرضية، وهم أهل الحديث، ويأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. قال الشارح رحمه الله: قوله ذي السداد أي الاستقامة،
قال الناظم رحمه الله: حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجام حدج الشيباني. قال الشارح رحمه الله: قوله حبر الملا الحبر العالم المتقن والملا أشراف الناس. قوله الرباني قال في مفتاح دار السعادة الرباني رفيع الدرجة في العلم. قوله رب الحجى أي صاحب العقل ما حدج أي ظلمة البدع الشيباني نسبة إلى أحد أجداده. قوله في تفسير الرباني الرفيع الدرجة في العلم هو أحد الأقوال المذكورة فيه، والصحيح أن الرباني هو الذي يسوس الناس فيما يصلحهم، هو الذي يسوس الناس فيما يصلحهم، وهو قول ابن جرير الطبري مأخوذ من ربان السفينة، واختاره ابن تيمية الحفيد وانتصر له من وجوه في رسالة مفردة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. قال الشارح رحمه الله: قوله فإنه إمام أهل الأثر أي أهل الحديث، فمن نحى منحاه أي قصد مقصده فهو الأثر أي المنسوب إلى العقيدة الأثرية. قوله أي المنسوب إلى العقيدة الأثرية باعتبار اختصاصهم بها، وإلا فتحقيق النسبة في الأثر أنها نسبة للأثر، أنها نسبة للأثر وهو الحديث، فيطلق على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أثرا، وربما خص به ما روي عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نسبة شائعة يراد بها النسبة إلى الأثر كما تقدم. وفي ذلك قلت من نسبة السني عند الخبر الأثري نسبة للأثري. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء. قال الشارح رحمه الله: قوله سقى ضريحا الضريح القبر حله صوب الرضا، الصوب والصيب بمعنى واحد وهو في البيت فاعل سقى، والعفو والغفران مجروران بالعطف على الرضا، ما نجم أضاء أي استنار. قال الناظم رحمه الله: وحله وسائر الأئمة مناسل الرضوان أعلى الجنة. قال الشارح رحمه الله قوله وحله أي أحله الله. قال رحمه الله تعالى: المقدمة في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب. قال الناظم: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. قال الشارح يذكر في هذه المقدمة ترجيح مذهب السلف على سائر المذاهب. قوله اعلم هديت أنه جاء الخبر أي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ورواه أبو داود. وقد سرد هذه الفرق بعض العلماء فبلغت كما ذكر في الحديث، منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية، ومنهم الشارح وغيرهم. والمشهور أن أصول الفرق الضالة 7، أولها المعتزلة وهم 22 فرقة، ثم الشيعة وهم 22 أيضا، فالخوارج 12، فالمرجئة 5، فالنجارية 3، فالجبرية 2، فالمشبهة 3، فمجموع الكل 68. ذكر المصنف وفقه الله ما يبين الإضمار الواقع في قول المصنف أنه جاء الخبر بإيراد الحديث المبين ذلك. وهذا الحديث وغيره مما روي في هذا الباب اختلف في ألفاظه الواصفة المفارقين جماعة المسلمين، فتارة وصفوا بفرقة وتارة وصفوا بملة، والذي تدل عليه الدلائل الحديثية بجمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن المفارقين جماعة المسلمين نوعان، أحدهما الفرق وواحدها فرقة، وهو اسم لما خرج عن جماعة المسلمين
بالبدعة ولم يكفر، وهو اسم لمن خرج عن جماعة المسلمين بالبدعة ولم يكفر، والآخر الملل، وجمعها ملة، وهو اسم لمن خرج عن جماعة المسلمين بالردة فصار كافرا، وهو اسم لما خرج عن جماعة المسلمين بالردة فصار كافرا. وما ذكره من عد هذه الفرق هو مسلك كثير من المتأخرين، والمقدم العناية بأصولها دون إرادة الأصل، العناية بأصولها دون إرادة الحصر، إذ الحصر متعذر لتجدد خروج الفرق المباينة جماعة المسلمين. فما يذكر في هذا الباب لا يراد به الحصر، بل التعريف بمن خرج عن جماعة المسلمين قديماً وحديثاً من الفرق، فلا يكون حجة لمن يمنع عد من حدث بأنه فرقة لأن أهل العلم لم يذكروه، فهم لم يذكروه باعتبار أنه لم يكن في زمانهم، فعدوا ما عرفوا، ثم ما تجدد بعد ذلك يلحق بهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح: قوله عن النبي المقتفى يجوز أن يكون اسم فاعل أي أنه اقتفى من قبله من الرسل، ويجوز أن يكون اسم مفعول أي أن أمته تقتفيه. قال الناظم رحمه الله: بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. قال الشارح رحمه الله: قوله بضعا أي منصوب بنزع الخافض أي إلى 74 فرقة، والبضع بكسر الباء، وقد تفتح ما بين 3 إلى 9. قوله اعتقادا مفعول من أجله أي لأجل الاعتقاد. قوله منصوب بنزع الخافض أي منصوب بحذف سبب الخفض وهو حرف الجر، أي منصوب بحذف سبب الجر ويقال له خفضاً وهو حرف الجر. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. قال الشارح رحمه الله: قوله ما كان في نهج أي طريق النبي المصطفى، قوله وصحبه من غير زيغ وجفاء، الزيغ الميل والجفاء بالجيم ضد الصلة أي من غير تجاف عن هديهم، وبالخاء المعجمة ضد العلانية أي من غير ميل ولا كتم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. قال الشارح رحمه الله: قوله أهل الأثر أي هم أهل الحديث المتقدم ذكرهم. ثم استدل على ترجيح مذهبهم بدليلين، أحدهما ما ذكره في البيت بعده وهو قوله: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، والثاني بقوله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر إلى آخره. ذكر المصنف في هذه الجملة أن أهل الأثر هم أهل الحديث، والمراد بأهل الحديث عند الإطلاق المتبعون له، المعظمون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن لهم معرفة خاصة بالحديث، فيندرج في ذلك من كان وفق الوصف المتقدم مشتغلاً بعلم آخر كالمقرئ والمفسر والنحوي والفقيه، ما داموا متبعين للحديث معظمين له. وموجب تقديم هؤلاء أمران ذكرهما الناظم في بيتين منفصلين، أحدهما في قوله: فأثبتوا النصوص بالتنزيه إلى آخر ما ذكر، أي أنهم اتبعوا ما ورد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطلوا شيئا منه بتعطيل ولا غيره. والآخر المذكور في قوله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر إلى آخره، أي ما هو جار من المنازعة والمشاقة والخلاف بين من أعرض عن الكتاب والسنة وعدل إلى النظر والفكر، فإن من علامة أهل السنة أنهم مجتمعون مؤتلفون، وأما التفرق والتنازع فليس من سمات أهل السنة والجماعة. وهذا الذي ذكره الناظم في قوله: وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يبين أن الموافقين لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد وكان عليه أصحابه والتابعون وأتباعهم
هم أهل الحديث المتبعون له المعظمون له، بخلاف ما ذكره في شرحه من أن أهل السنة ثلاث فرق هم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. والمصنف رحمه الله وقع له اختلاف بين نظمه وشرحه، فتارة يكون الصواب في نظمه ويخالفه في شرحه كهذا الموضع، وتارة يكون الصواب في شرحه ويخالفه في نظمه، وربما أشار إلى ذلك، فإنه في شرحه مسائل أشار إلى الصواب خلاف ما ذكره في نظمه، وكأنه جرى في نظمه على مشهور أو اتباعا لكتاب نظمه ولم يصرح به، ثم لما شرحه نبه إلى خلاف ذلك مما يترجح عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. قال الشارح رحمه الله: قوله فأثبتوا النصوص، الكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل، وموضع بسطها كتب أصول الفقه. ذكر المصنف وفقه الله معنى رحمه الله معنى النصوص ذاكرا أقسام ما يفيده الكلام من معنى، فقال: نص وظاهر ومجمل. وهذا المعنى غير مراد هنا، فإن الناظم وغيره ممن يذكرون النص لا يريدون به المقابل، لا يريدون به قسيم الظاهر والمجمل، بل يريدون به الدليل. وإطلاق النص بمعنى الدليل هو اصطلاح علماء الجدل، وإطلاق النص بمعنى الدليل هو اصطلاح علماء الجدل الذي يسمى علم البحث والمناظرة، ثم سرى هذا الاصطلاح فصار يستعمله الفقهاء والأصوليون، أشار إلى ذلك الزركشي. فقوله هنا فأثبتوا النصوص، أي أثبتوا الأدلة الواردة. ووقع في كلام الناظم نفي التشبيه، والمختار ترك ذلك لأمرين: أحدهما أن نفي التشبيه لم يأتي في القرآن ولا السنة، أن نفي التشبيه لم يأتي في القرآن ولا السنة، والآخر أن اسم التشبيه يطلق على معنى كلي يدخل فيه إثبات الصفات، أن إطلاق التشبيه يدخل معنى كلي يدخل فيه إثبات الصفات، فإذا نفي تطرق النفي إلى هذا المعنى الصحيح. أشار إلى هذين الأمرين ومنعنا فيه ابن تيمية الحفيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله بالتنزيه، تنزيه الله قسمان: الأول تنزيهه عما يضاد الأسماء الحسنى والصفات العلى، والثاني تنزيهه عن مشابهة خلقه. قوله من غير تعطيل ولا تشبيه دليل على ترجيح مذهب السلف على غيره، ودليله قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقال ابن القيم في النونية: من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. قوله رحمه الله لما ذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة معدول عنه لما تقدم، والجاري في كلام أئمة السنة عند ذكر هذا أنهم يقولون رد على الممثلة والمكيفة، أي من يمثلون صفات الله بصفات خلقه أو يجعلون لها كيفية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات. قال الشارح رحمه الله: قوله أو صح في الأخبار عن ثقات هذا قيد حسن، وهو مخرج للأخبار الضعيفة لأنها لا يثبت بها شيء من الأحكام. قوله رحمه الله لأنها لا يثبت بها شيء من الأحكام، أي استقلالا، فتارة تندرج في أحاديث صحيحة فيكون أصل الحكم ثابتا بتلك الأحاديث الصحيحة، وتارة وهو مراد الناظم الذي جرى عليه الشارح أنه لا يروى في الباب إلا حديث ضعيف، ومع وقوع ذلك
إلا أن هذا الحديث الضعيف قد يكون عمدة أهل السنة في باب الأحكام أو باب الخبر باعتبار جريان القول به. ومنه عندهم في باب الاعتقاد جعل إسرافيل نافخ القرن، فهو الملك الذي ينفخ في الصور، وهذا روي في أحاديث ضعيفة، لكن اعتقاد أهل السنة لم يزل كذلك، وذكره جماعة في عقائدهم ونقل عليه الإجماع. ومثله كذلك إثبات التقدير اليومي، فلا يروى فيه حديث من وجه ثابت، لكن لا يعرف أحد من أهل السنة قال بنفي التقدير اليومي. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام وعلما ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. قال الشارح رحمه الله: قوله نمر أي نثبت لفظه ومعناه، ولا نمثل ولا نكيف، خلافا للذين لا يثبتون المعاني بل يمرونه من دون اعتقاد معانيه. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. قال الشارح رحمه الله: قوله فعقدنا أي اعتقادنا. قال الناظم رحمه الله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. قال الشارح رحمه الله: هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف في هذه المقدمة على ترجيح مذهب السلف كما تقدم، يعني يكفيك أن النظار وهم المتكلمون قد تنازعوا، وكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى وتبدعها، وأما أهل السنة فهم متفقون على أصلهم واعتقادهم، لا يبالون بتأويل الغالين ولا تحريف المبطلين، مقتدين بنبيهم صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الباب الأول في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قال الشارح رحمه الله: قوله أول واجب أي شرعا لا عقلا، خلافا لمن قال بذلك. قوله بالتسديد أي بالنظر الصائب، أي بأن ينظر في الكون وما فيه، هذا معنى كلام المؤلف، فقد وافق من يقول إن معرفة الله نظرية، والصحيح الذي تدل عليه النصوص من الآيات والأحاديث وكلام أئمة السلف أنها فطرية ضرورية، واختاره شيخ الإسلام إلا من فسدت فطرته واحتاج إلى النظر، وأما من لم تفسد فطرته وحصلت له المعرفة من دون نظر فلا يجب عليه، وهو الصواب إن شاء الله. ومن أراد تحقيق هذه المسألة فعليه بشرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات. ذكر المصنف في هذه الجملة أن مراد الواجب في قولهم أول واجب على العبد ما يكون واجبا بطريق الشرع لا بطريق العقل، خلافا لما سلكه. ثم أشار إلى أن ما نحاه المصنف وغيره من جعل معرفة الله سبحانه وتعالى مفتقرة إلى النظر غلط، وأن الصواب أن معرفة الله فطرية ضرورية، أي توجد في النفوس فطرة، ولا تستطيع النفس دفع تلك الضرورة في معرفة الله عز وجل. ولما كانت هذه المعرفة ضرورية فطرية غير نظرية، كان أول واجب على العبد على التحقيق هو التوحيد، أي شهادة أن لا إله إلا الله، فيجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا معنى قول المصنف. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأول واجب على العبد هو توحيد الله. وكون التوحيد أول واجب له موردان، أحدهما المورد الحقيقي، وهذا في حق الكافر، المورد الحقيقي وهذا في حق الكافر، فأول ما يجب على الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام هو الشهادة لله بالتوحيد. والآخر المورد الحكمي، وهذا في حق المسلم،
الذي ينشأ بين المسلمين، فإن التوحيد هو أول واجب عليه باعتبار تعلقه في ذمته أصلاً، فما يذكر بعده من وضوء أو صلاة يكون تابعاً لوجوب التوحيد عليه الذي وجد فيه لأنه ولد مسلماً ونشأ بين المسلمين. فدعوى التفصيل في أول واجب بين الكافر والمسلم غلط، فالتوحيد أول واجب على الكافر والمسلم معاً، لكن مناط وجوبه على الكافر غير مناط وجوبه على المسلم وفق ما أوضحناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. قال الشارح رحمه الله: قوله ولا وزير لأن ملوك الدنيا يتخذون الوزراء لأمرين، إما ليبلغوهم ما خفي عنهم من أحوال رعاياهم، لأن الملك لا يحيط علما بجميع أصول رعيته، أو ليعينوهم على أفعالهم الشاقة، لأن الملك لا يتمكن من مباشرة جميع أفعال رعيته بنفسه، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو أيضاً على كل شيء قدير. قال الناظم رحمه الله: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. قال الشارح رحمه الله: قوله صفاته أي الذاتية والفعلية والخبرية كذاته قديمة، وهذا مأخوذ من القاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات لا تشبه الصفات. قوله أسماؤه ثابتة أي بالكتاب والسنة والإجماع، وقوله عظيمة فمن عظمها أنها كلها حسنى، فليس فيها اسم قبيح أو ليس حسنا ولا قبيحا، ومن عظمها أنها أسماء ونعوت، فيستحق سبحانه من الصفات كمالها وغايتها، فهو رحيم وهو أرحم الراحمين وهكذا. وينبغي أن يعلم أن الأسماء الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الأسماء واعتبار من حيث الصفات، فبالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. فائدة: الاسم من أسمائه تعالى له ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، كما حقق ذلك الإمام ابن القيم في النونية في فصل عقده بعد الأسماء الحسنى فقال: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن: ذات الإله ورحمة مدلولها، فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع، فهي تضمن ذا واضح التبيان. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين، والحق ذو تبيان. فائدة: صفات الباري تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات الذات وصفات الأفعال. فصفات الذات هي المتعلقة بذاته فلا ينفك عنها، وهي أيضا قسمان: ذاتية وخبرية. فالذاتية كالحياة والسمع والعلم والكلام ونحوها، والخبرية كالوجه والعينين والقدم واليدين، ولكن الخبرية داخلة في مسمى الذاتية، وإنما فصلت عنها لأن طريقها الخبر عن الشارع فلا مدخل للعقل بها. وأما صفات الأفعال فضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهي قسمان أيضا: قسم يتعلق بذات الباري مثل الاستواء والنزول والمجيء ونحوها، وقسم يتعلق بالخلق مثل الخالق الباري المصور. فائدة أخرى: أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة: الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة الناشئة عن الاسم، الثالث الإيمان بالحكم الناشئ عن الصفة مثاله العليم. فهذا اسمه وصفته العلم، فنؤمن أنه عليم بذات الصدور أي ذو علم، والحكم أن نؤمن بأنه بكل شيء عليم، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي يطلق الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. وقد حقق ذلك ابن القيم في النونية بقوله:
واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان. قالوا عليم وهو ذو علم، ويعلم غاية الإسرار والإعلان، وكذا بصير وهو ذو بصر، ويبصر كل مرئي وذي الألوان، وكذا سميع وهو ذو سمع، ويسمع كل مسموع من الأكوان. والوصف معنى قام بالموصوف، والأسماء أعلام له بميزان. أسماؤه دلت على أوصافه، مشتقة منه اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران. والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها يعنى به الأمران. والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان. فائدة أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالأول هو الذي أقر به المشركون، وهو اعتقاد أن لا خالق ولا محيي ولا مميت إلا الله. الثاني إفراده تعالى بالعبادة والذل والحب والافتقار والتوجه إليه وحده. والثالث أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل. قول المصنف فيما تقدم عند ذكر الصفات قوله: صفاته أي الذاتية والفعلية والخبرية. فالذاتية المنسوبة إلى الذات، والفعلية المنسوبة إلى الفعل، والخبرية المنسوبة إلى الخبر، وهي من جملة الصفات الذاتية، وأفردت عنها لاختصاصها بانحصار طريق إثباتها بالخبر، وأفردت عنها لاختصاصها بانفرادها بطريق إثباتها بالخبر، أي بدليل من القرآن أو من السنة. فصفات الله نوعان: أحدهما الصفات الذاتية، وهي المتعلقة بالذات، والآخر الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بفعل الله بمشيئته واختياره. والنوع الأول وهو الصفات الذاتية، منه ما يقال فيه ذاتي خبري، ومنه ما يقال فيه ذاتي غير خبري. والفرق بينهما أن الذاتي الخبري هو الذي يثبت بطريق الدليل فقط، كالوجه والعينين واليدين، وأما الذاتي غير الخبري فهو الذي يثبت بطريق الخبر وغيره. فنفي الخبرية عنه باعتبار عدم انحصار طريق إثباته بالخبر، كالعلم والحياة والقدرة، فهي صفات ذاتية لكن يدل عليها العقل مع دليل النقل. وقوله لما ذكر الأسماء قال: عظيمة، فمن عظمها أنها كلها حسنى إلى تمام كلامه. والمراد بكونها حسنى إيش؟ والمراد بكونها حسنى بالغة في الحسن منتهى، وهذا قول بعض المتأخرين وهو خطأ. والصواب أنه ما لا لحسنها منتهى، ما لا لحسنها منتهى. فقولنا البالغة في الحسن منتهى يجعل لحسنها منتهى، وأما قولنا ما لا منتهى لحسنها فلا يجعل لحسنها منتهى، وهو الوصف المستكن في وصف الله عز وجل بكونها حسنى. أشار إلى هذا شيخنا ابن فنتوخ رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك فائدة في الأسماء الحسنى، أن الاسم له ثلاث دلالات. وتقريب هذه الجملة أن المتكلمين في أنواع الدلالات يجعلون منها دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، والكلام المذكور هنا مخصوص بالدلالة اللفظية، وأن الدلالات اللفظية ثلاثة أنواع: أحدها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على تمام معناه. وثانيها دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض معناه المندرج
في ذاته، دلالة اللفظ على بعض معناه المندرج في ذاته، وثالثها دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على خارج معناه، وهي دلالة اللفظ على خارج معناه. فإذا عقل هذا فالمذكور هنا أن دلالات الاسم على ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: أولها دلالته على الذات والصفة بالمطابقة، أي أن اسم الله العليم مثلاً يدل على ذات الله وصفته مطابقة، أي بتمام المعنى الذي جعل له. وقوله ودلالة على أحدهما بالتضمن، أي يدل على الذات أو يدل على الصفة تضمناً، فالذات أو الصفة بعض المعنى المستكن في هذا الاسم. ثم قال ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، كدلالة اسم العليم على اسم الحي، وصفة العلم على صفة الحياة، فإن العليم الموصوف بالعلم يكون حياً. وأصل هذه الفائدة مأخوذ من كلام ابن القيم في نونيته وفي بدائع الفوائد أيضاً. ثم رجع المصنف بعدها إلى ذكر قسمة صفات الله عز وجل إلى قسمين: صفات ذات وصفات أفعال. ثم ذكر أن صفات الذات هي المتعلقة بذاته فلا ينفك عنها، أي لا يزال موصوفاً بها. قال وهي أيضاً قسمان: ذاتية وخبرية، فالذاتية كالحياة والسمع إلى آخره. قال والخبرية كالوجه والعينين والقدم واليدين. ثم قال ولكن الخبرية داخلة في مسمى الذاتية، وإنما فصلت عنها لأن طريقها الخبر عن الشارع، يعني باعتبار الدليل الوارد في الشرع من القرآن والسنة، فلا مدخل للعقل بها. ثم ذكر أن صفات الأفعال ضابطها أنها التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، أي ترجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ثم ذكر أنها قسمان، قال قسم يتعلق بذات الباري وقسم يتعلق بالخلق، والفرق بينهما أن الأول فعله سبحانه في نفسه، أن الأول فعله سبحانه في نفسه، والثاني فعله في غيره، والثاني فعله في غيره من خلقه. ثم ذكر فائدة أصلها مأخوذ عن ابن القيم في بيان أركان الإيمان بالأسماء والصفات، وأنها ثلاثة: الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة، والثالث الإيمان بالحكم الناشئ من الصفة. ومثل له باسم العليم، فيكون الإيمان به أن تؤمن بأن الله له اسم هو العليم، ثم تؤمن بأن هذا الاسم فيه صفة لله هي صفة العلم، ثم تؤمن بالحكم الناشئ عن الصفة بأن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم. وحكم الصفة له تفسيران، وحكم الصفة له تفسيران، أحدهما أثرها الناشئ عنها، أثرها الناشئ عنها، والآخر النسبة بين الصفة ومتعلقها، النسبة بين الصفة ومتعلقها. وتبيين هذا في اسم العليم أن الأثر الناشئ عنه أنه بكل شيء عليم، فهذا سمي حكم الصفة باعتبار الأثر. وأما النسبة فهي الصلة بين صفة العلم ومتعلقها المعلومات، فهي الصلة بين صفة العلم ومتعلقها المعلومات، فهذه الصلة في النسبة تسمى أيضاً حكم الصفة. ثم ذكر من كلام ابن القيم ما يبين ذلك، ثم ذكر فائدة في أقسام التوحيد وأنها ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وبين معاني هذه الأنواع باعتبار ما أدت إليه عبارته، وبينا ذلك في مقام آخر. لكن مما ينبغي أن يعلم أن هذه القسمة موردها
ما يجب لله من حق، ما يجب لله من حق. فالواجب لله من حق أن نوحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وأما القسمة الثنائية التي ذكرها جماعة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وهي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد والطلب، فهي قسمة للتوحيد باعتبار تعلقه بالعبد، باعتبار تعلقه بالعبد، أي ما يجب عليه. فكلا القسمتين صحيح وله مورده. فالقسمة الثلاثية صحيحة موردها ما يجب لله، والقسمة الثنائية صحيحة موردها ما يجب على العبد. نعم. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. قال الشارح رحمه الله: قوله لكنها أي أسماؤه في الحق، أي بالقول الصواب المعتمد، توقيفية أي متوقفة على الشارع، فلا يطلق على الله إلا ما أطلقه على نفسه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل المنع حتى يقوم دليل الإذن، فإذا ثبت كان توقيفيا. قال: في بدائع الفوائد ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. ولما كانت أسماء الحسنى يثبتها له أهل السنة وغيرهم من المعتزلة ونحوهم قدم الكلام عليها. وأما الصفات ففيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم، فالجهمية والمعتزلة ينفون جميع الصفات. قال الناظم رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. قال الشارح رحمه الله: هذه الصفات السبع الثبوتية التي لا يثبت المتكلمة الصفاتية سواها. أما الجهمية والمعتزلة فلا يثبتون لله شيئا من الصفات بل الاسم والحكم فقط. وأما الأشعرية فلا يثبتون له غير السبع المذكورة في البيت. والماتريدية يزيدون على الأشعرية صفة واحدة وهي صفة الخلق، وستأتي في الفصل بعده إن شاء الله. قال الناظم: بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. قال الشارح رحمه الله: قوله بقدرة هي متعلق باقتدر في البيت قبله، أي أنه اقتدر بقدرة إلى آخره. ومعنى البيت أن قدرته وإرادته يتعلقان بالممكن فقط، والإرادة هي المرادفة للمشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الشرعية الدينية، فهي شيء آخر. ولكن الصواب أن الإرادة تتعلق بالموجود والممكن فقط، وأما القدرة فهي التي تتعلق بجميع الممكنات مطلقة، سواء كانت موجودة أو معدومة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله بقدرة تعلقت بممكن بقوله هو متعلق باقتدار في البيت قبله، أي أنه اقتدر بقدرته. ثم ذكر المصنف أن الصواب أن الإرادة تتعلق بالموجود ومن الممكن فقط، أي لا يطلق القول بتعلقها بالممكنات وإنما بالممكنات الموجودة. ونبه في أثناء هذا أن الإرادة التي تسمى المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية. فالإرادة نوعان، أحدهما إرادة كونية قدرية وتسمى مشيئة، والآخر إرادة شرعية دينية وتسمى محبة ورضا. ولا يصح إطلاق اسم المشيئة على الإرادة من كل وجه، فما وقع في كلام بعضهم كابن كثير وغيره من جعل المشيئة كونية وشرعية غلط، فالأدلة تدل على اختصاص المشيئة بالإرادة الكونية وأنها لا تقع على الدينية الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليل مطلقا،
قال الشارح رحمه الله تعالى: أي سواء كان واجباً أو ممكناً أو مستحيلاً، أما الواجب فهو الذي لا يمكن عدمه، وهو الله وأسماؤه وصفاته، والممكن هو الذي يجوز أن يمكن وجوده وعدمه، والمستحيل هو الذي لا يمكن وجوده، كما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند قول الناظم في الخاتمة: ومستحيل الذات غير ممكن، إلى آخره. قال الناظم رحمه الله: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال الشارح رحمه الله: يعني أن متعلقهما واحد، وهو الموجود مطلقا سواء كان واجبا أو ممكنا عينا أو وصفا. قوله بكل مسموع أي يتعلقان بكل مسموع وكل مبصر. قال الناظم رحمه الله: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن. نعم، مزيد هذا لا لا يقرأ، هذا لا يقرأ. إيش قلنا فيها بيت؟ هذه مزيدة للإيضاح، أشرنا إلى قاعدة في هذا: ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعيان. ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعيان، أي أن ما احتج إلى زيادته لأجل الإيضاح مما يجعل بين معقوفتين وليس هو من أصل الكتاب فهذا لا يقرأ، وإنما ينتفع منه في الوضوح، فهو لا يقرأ لأنه ليس من كلام المصنف. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. قال الشارح رحمه الله: قوله أن ما جاء مع جبريل إلى آخر الثلاثة الأبيات، هذا داخل فيما تقدم من صفة الكلام، وإنما أفرده بالبحث لأن المعتزلة والجهمية كثر امتحانهم لأهل السنة في القرآن، وأشد ما امتحن بذلك الإمام أحمد. قال الناظم رحمه الله: كلامه سبحانه قديم، أعيا الورى بالنص يا عليم. قال الشارح رحمه الله: قال قوله كلامه سبحانه قديم، أما لفظة قديم فهي مبتدعة لم ترد عن السلف الصالح، والصواب أن نوع كلام الله قديم، وأما أفراده فهي متعلقة بالمشيئة، فكما أنه يفعل ما يشاء متى شاء كذلك، فكذلك يتكلم بما شاء متى شاء. وقد نبه على ذلك الشيخ سليمان بن سحمان في كتاب تنبيه ذوي الألباب السليمة. قوله أعيا الورى أي أعجز جميع الخلق بالنص القرآني، كما قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ما ذكره المصنف من الإعراض عن وصف كلام الله سبحانه وتعالى بالقدم لما ينفي من كونه بحرف وصوت، فلا يصح هذا الإطلاق، وإنما يصح فك الإجمال فيه بأن يقال هو قديم النوع حادث الأنواع، بأن يقال هو قديم النوع حادث الآحاد، أي أنه باعتبار اتصاف الله بالصفة فلم يزل الله بها موصوفا، وأما باعتبار آحاده فإن الإنجيل تكلم الله به بعد التوراة، والقرآن تكلم الله به بعد الإنجيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. قال الشارح رحمه الله: قوله وليس في طوق الورى من أصله أي ليس في وسعهم وطاقتهم من أصل خلقتهم وجبلتهم أن يستطيعوا سورة من مثله، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فصل. قال الشارح رحمه الله: يذكر المصنف في هذا الفصل السائر صفات الكمال التي يثبتها أهل الأثر دون غيرهم من أصحاب المذاهب وأرباب الطوائف على اختلاف مللهم ونحلهم. قال الناظم رحمه الله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. قال الناظم رحمه قال الشارح رحمه الله: اعلم أن هذه الألفاظ الثلاثة التي هي الجوهر والعرض والجسم لم يرد نفيها ولا إثباتها في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة السلف، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى يعلم مراد قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. ذكر الشارح رحمه الله أن الألفاظ المذكورة في كلام الناظم الجوهري والعرض والجسم ألفاظ
مجملة تدل على معنى حق من وجه ومعنى باطل من وجه آخر، وهي مما تجوفي في خطاب الشرع فلم ترد، فالأولى الإعراض عنها. وكان الناظم يملي على أصحابه عند هذا البيت ما أنشدناه عنه تلميذه محمد ابن عثمان ابن صالح القاضي، أنه أملى عليهم عنده: ليس الإله مشبها عبيدة، ليس الإله مشبها عبيدة في الخلق مع أوصافه الحميدة، في الخلق مع أوصافه الحميدة. نعم. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. قال الشارح رحمه الله: قوله سبحانه قد استوى، وأظن الشيخ محمد بن عثيمين ذكرها مع أوصافه العديدة، لكن رواية الشيخ محمد القاضي أثبت هي، لأن وصفها بالحمد أكمل من وصفها بمجرد التعدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله سبحانه قد استوى كما ورد أي في القرآن، فهذا إثبات ما أثبته الله لنفسه، وقوله من غير كيف هذا رد على المشبهات الذين يشبهون استواء الخالق باستواء المخلوق، ومثله قوله قد تعالى أي حد. ويرحم الله الإمام مالكا، فإنه قيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذه قاعدة نافعة، فكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الباري جبناه بمثل جواب مالك رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. قال الشارح رحمه الله: قوله فلا يحيط علمنا بذاته، ودليله قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. قوله كذاك لا ينفك أي لا يخلص ولا يزول عن صفاته الذاتية وأفعاله الاختيارية. قال الناظم رحمه الله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. قال الشارح رحمه الله: ذكر الصفات التي يثبتها السلف، فمذهب السلف في آيات الصفات إثباتها وإمرارها من غير تأويل ولا تفسير. قوله رحمه الله لما ذكر مذهب السلف: إثباتها وإمرارها، أي إثبات اللفظ وما دل عليه من معنى، إثبات اللفظ وما دل عليه من معنى. فقوله بعدها: من غير تأويل ولا تفسير، أي تفسير باطل على خلاف معناها، أي تفسير باطل على خلاف معناها. وهذا هو الموجود في كلام نفاة التفسير من المتقدمين كمحمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل رحمهم الله، فإنهم يقصدون بنفي التفسير نفي المعنى الباطل بأن يفسر بمعنى لم يفسره به من تقدم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مع إثباتهم للمعنى الصحيح. والبرهان المصدق هذا التفصيل أنه جرى في كلامهم بيان المعاني، أنه جرى في كلامهم بيان المعاني، فهم يثبتون المعاني الصحيحة ويبطلون المعاني الفاسدة. فإذا وقع في كلامهم ولا تفسير، أي ولا تفسير بتفسير باطل كتفسير الجهمية وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. قال الشارح رحمه الله: قوله من رحمة كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قوله ونحوها من محبته ورضاه وغضبه، قال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله كوجهه ويده وكل ما من نهجه، النهج الطريق، أي وكل ما ورد من نحو هاتين الصفتين كالرجل والقدم والصورة، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. قال الناظم رحمه الله: وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وعينه، قال تعالى: ولتصنع على عيني،
وقوله وصفة النزول أي إلى السماء الدنيا كما صحت به الأحاديث، والنزول من صفات الأفعال، فنؤمن به ولا نؤول ولا نكيف. قوله وخلقه فاحذر عن النزول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: احذر تزلف تحت رجلك، احذر تزلف تحت رجلك هوة. ما ذكره المصنف من بيان قول الناظم وخلقه فاحذر من النزول لا يفي بالمعنى المراد، فصراحة اللفظ هي السقوط، فقوله فاحذر عن النزول أي عن السقوط بتركك طريق أهل السنة في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. قوله رحمه الله: قوله فسائر الصفات أي مطلقا، سواء كانت ذاتية كالحياة والقدرة والإرادة والسمع والعلم والكلام ونحوها، أو خبرية كالوجه والعينين والقدم والرجلين. قوله والأفعال أي وصفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء والتكوين. قوله قديمة، قد تقدم النقل عن كتاب بدائع الفوائد بما فيه فصل الخطاب أن لفظة القديم ليست من الأسماء الحسنى، وإنما هي من باب الإنشاء. وتقدم أيضا هذا المعنى عند قول الناظم: الحمد لله القديم الباقي إلى آخره. قال الناظم رحمه الله: فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر ما يجب لله من أسمائه وصفاته الذاتية والخبرية والفعلية، بيّن ما يستحيل عليه في البيتين بعده، كما أشار إلى ذلك فيما تقدم بقوله: فيعلم الواجب والمحال إلى آخره. قال الناظم رحمه الله: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. قال الشارح رحمه الله: قوله ويستحيل الجهل ضد العلم، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم. فشيء نكرة في سياق الإثبات فتعم جميع الأشياء. قوله والعجز ضد القدرة، قال تعالى: والله خالق والله على كل شيء قدير. قوله كما قد استحال الموت ضد الحياة حقا، مصدر، والعمى ضد البصيرة. قول الشارح: فشيء نكرة في سياق الإثبات تعم جميع الأشياء، هذا على قول من يرى النكرة تعم في الإثبات، والمحققون يرونه مخصوصا بمواضع كالامتنان أو التعظيم، فتعم النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات إذا كان مرادا بها بيان الكمال أو بيان الامتنان والإنعام، كالواقع في قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، فإنها في سياق إجلال وإعظام لله فتعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. قال الشارح رحمه الله: قوله فكل نقص مما يضاد الأسماء الحسنى قد تعالى الله عنه. قوله فيا بشرى لمن والاه، الضمير يحتمل أن يعود على الله أو على من، فعلى الأول يكون المعنى يا بشرى لمن اتخذ الله وليا، وعلى الثاني يا بشرى لمن اتخذه الله وليا، وهو إشارة إلى الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى آخره. فصل. قال الناظم رحمه الله: فصل. قال الشارح: يذكر المصنف في هذا الفصل إيمان المقلد في عقيدته، هل يصح أم لا؟ قال الناظم رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. قال الشارح رحمه الله: قوله وكل ما يطلب فيه الجزم أي اليقين فمنع تقليد، وهو أخذ مذهب الغير بلا دليل، فإن أخذه بدليل فليس بمقلد. فالصواب أن قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد. قوله بذاك حتم أي لازم واجب. ذكر المصنف حقيقة التقليد أنها أخذ مذهب الغير بلا دليل، وأصل التقليد من التعلق، فحقيقته تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته. فقولنا تعلق مرده إلى الأصل اللغوي للتقليد، وقولنا بمن ليس لذاته مع حذف المتعلق يعم الاعتقادات والأقوال
والأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. قال الشارح رحمه الله: قوله لأنه الضمير للشأن لا يكتفى في العقائد وأصل الدين بالظن لذي الحجى صاحب العقل في قول أهل الفن. قال الناظم رحمه الله: فقيل يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه عند بعض العلماء. قال الشارح رحمه الله: قوله وقيل يكفي الجزم لا الشك والتردد إجماعاً بما يطلب الجزم فيه من أصول الدين عند بعض العلماء. حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن إيمان المقلد فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يصح وهو قول أكثر المتأخرين، واستدل بأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر في صحيح ابن حبان لما نزل في آل عمران: إن في خلق في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآيات. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له ويل له. والقول الثاني يصح إيمانه إذا جزم ولو لم يستدل، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. وفيه قول ثالث ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى وفي العقل والنقل، واختاره هو أن كل العلوم سواء كانت أصولية أو فروعية يجب على الإنسان منها ما يستطيع، كما يجب عليه أن يعمل ما يقدر عليه من واجبات الدين، وما يعجز عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن يحسن الاستدلال وجب عليه، ومن لا فلا، وهذا هو الصواب. ذكر المصنف في هذه الجملة أقوال أهل العلم في صحة إيمان المقلد، وأنهم مختلفون على قولين شهيرين، أحدهما أنه لا يصح إيمانه بل لابد من نظر واستدلال، وهو قول أكثر المتأخرين، والآخر أنه يصح إيمانه إذا جزم ولو لم يستدل، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. ثم ذكر قولا ثالثا عن ابن تيمية، وأن الوجوب معلق بالاستطاعة، وحقيقته تصحيح إيمان المقلد، فهو المنقول عن السلف، فلا يكاد يوجد عن السلف الأمر بطلب النظر والتدبر لحصول الإيمان، بل إيمان المقلد يصح ويطلب منه التماس العلم به، فهو يؤمر بأن يتعلم ما يدل على صحة إيمانه. ثم الناس متفاوتون فيما يقدرون عليه من العلم، فمنهم مقل ومنهم مستكثر، وهذا معنى قوله في آخره: فمن يحسن الاستدلال وجب عليه، ومن لا فلا، أي لا يجب عليه ما زاد على ذلك، ويكفيه في صحة إيمانه اعتقاد أن ما آمن به مبني على أدلة شرعية صحيح، ويكفيه في صحة إيمانه اعتقاده أن ما آمن به مبني على أدلة شرعية صحيحة ولو لم يحط علما بتلك الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثار. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. قال الشارح رحمه الله: قوله وسائر الأشياء أي أعيانها وأوصافها وأفعالها. قوله غير الذات أي المقدسة، والمراد الباري تبارك وتعالى. وتقدس قوله وغير ما الأسماء والصفات ما زائدة، والمعنى أن جميع الأشياء غير الباري وأسمائه الحسنى وصفاته العلى مخلوقة لربنا من العدم، فهي مسبوقة به. قوله وظل من أثنى عليها أي وصفها بالقدم، هذا رد على أرسطو الفيلسوف ومن نحى نحوه كالفارابي وابن سينا وأمثالهم الذين يقولون بقدم العالم، وأول من قال به أرسطو، وانتشر مذهبه بسبب أنه كان وزيرا للإسكندر الذي بنى الإسكندرية، وهو متقدم على زمن المسيح. قال الناظم رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. قال الشارح رحمه الله: قوله وربنا يخلق باختيار أي بقدرة ومشيئة الله بالذات كما يقوله المعتزلة، وفسر هذا الاختيار بقوله من غير حاجة ولا اضطرار، وهو أيضا رد على أرسطو وأتباعه، حيث نفوا ليكون الله فاعلا باختياره، بل قالوا إنه تعالى هو العلة التامة وغيره المعلول.
قال الناظم رحمه الله: لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص يتبع الهدى. قوله قال الشارح رحمه الله: قوله لكنه لا يخلق الخلق سدى أي هملا. قال الناظم رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. قال الشارح رحمه الله: قوله أفعالنا مخلوقة لله هذا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي خلق أفعاله وهو مستقل بها، فلم تتعلق بالقدرة والمشيئة، وهم مجوس هذه الأمة ويسمون الثنوية لقولهم بالنور والظلمة. وسبب تسميتهم مجوس هذه الأمة أن المجوس يقولون إن إبليس هو خالق الشر، والقدرية يقولون إن العبد هو الخالق لأفعاله، فهذا وجه التسمية. قوله لكنها كسب لنا يا لاهي رد على الجبرية، فهم القدرية في طرفي نقيض، فالقدرية يقولون إن العبد هو خالق أفعاله ومستقل بها، فلم تتعلق بقدرة الله ومشيئته كما تقدم آنفا، فنفوا أن يكون الله خلقا. والجبرية يقولون إنه لا فعل للعبد أصلا، بل هو مجبور على أفعاله، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات وهبوب الرياح وتحرك الأشجار وحركة مختلف الأعضاء ونحوها. وأما أهل السنة فهم وسط بين نقيضين، فهم يعتقدون أن الله خالق كل شيء، فلا يوجد شيء إلا بإرادته ومشيئته، ويعتقدون أيضا أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وإذا قيل لك: ما الدليل الذي تطمئن إليه النفس على أن الله خالق أفعال العباد وأنها كسب لهم وقاعت عن مشيئتهم وقدرتهم؟ فالجواب أن الله هو الذي خلق العبد كله، روحه وبدنه وقواه وإرادته وقدرته ومشيئته، فالذي خلق السبب الذي هو القدرة والمشيئة خالق للمسبب الذي هو فعل العبد، فالله هو المقدر والعبد هو الفاعل حقيقة لأنه باشر الفعل. هذه الجملة من القول ذكر فيها المصنف مسالك الناس في خلق أفعال العباد، وأن منهم من زعم أن العبد يخلق فعله وأنه لا قدر، أي لم يقدر الله شيئاً، وهؤلاء هم القدرية. وقابلهم الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له فيها، فيجعلون أعمال العبد من خلق الله مع سلب العبد القدرة والمشيئة والاختيار. ومذهب أهل السنة بين هذين المذهبين، فهم يجعلون أعمال العباد خلقاً لله، ويثبتون للعبد اختياراً ومشيئةً له، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت أن الأعمال من خلقه، وأن للعبد مشيئة يختار بها ما شاء من أعماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. قال الشارح رحمه الله: قوله وجاز للمولى الثلاثة الأبيات، هذا القول مبني على مذهب الجبرية الذين ينفون الحكمة في خلقه تعالى، فعندهم أنه لا حكمة في الأمر والنهي، بل ما ثم إلا الترجيح بمجرد المشيئة. وهذا قول جمهور من يثبت القدر وينسبه إلى الله من أهل الكلام والفقه وغيرهم. والمؤلف لم يرتضي هذا القول، ولذلك نبه في شرحه على أنه يميل إلى القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب. نبه في شرحه، هذا من المواضع التي خالف فيها في الشرح ما ذكره في النظر. نعم. أحسن الله إليكم. ولذلك نبه في شرحه على أنه يميل إلى القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم، وهو أن الله حكيم في أفعاله وفي قدره وفي شرعه وفي جزائه، فهو تعالى أحكم الحاكمين. وهو أيضا مبني على قول الجهمية وأمثالهم بأن الظلم الذي نفاه الله عن نفسه هو المستحيل لذاته، فلا يجوز أن يكون مقدورا له ولا لأنه تركه باختياره، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين. والصحيح أن الظلم هو الزيادة في السيئات أو النقص في الحسنات، والدليل قوله تعالى: فلا يخاف ظلما من زيادة في سيئاته،
وقوله ولا هضما أي نقصا من حسناتي، وهذا قول سلف الأمة وأئمتها. فالله تعالى حكيم، والحكمة وضع الأشياء مواضعها، فتأبى حكمته تعالى أن يعذب من أفنى عمره في طاعته ومرضاته، وأن ينعم من أفنى عمره في محادة الله، وأن ينعم من أفنى عمره في محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله من غير ما ذنب ولا جرم هي شيء واحد، قوله فكل ما منه تعالى يجمل أن يحسنه، قوله فبمحض عدله أي خالصه، والمحض اللبن الخالص الذي لم يشب بشيء، ومنه حديث اللهم بارك لهم في محضها ومخضها أي الخالص المشوب. فائدة: الجهمية يسمون جبرية ومرجئة ومعطلة، فهم جبرية في الأفعال، مرجئة في الإيمان، معطلة في الصفات. ذكر المصنف في هذه الجملة أن قول الناظم وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، أي بلا ذنب اقترفوه ولا جريرة وقعوا فيها. وبين المصنف أن هذا القول مبني على أصلين مبتدعين، أحدهما أصل عند الجبرية، وهو أنه لا حكمة في الأمر والنهي، بل العبد مجبور على فعله. والآخر أصل عند الجهمية، وهو أن الظلم مستحيل لذاته على الله عز وجل. ومن غوص الفهم في باب الاعتقاد معرفة أصول الأقوال المبتدعة، إذ قد يجري قول لأهل البدع يوافقهم فيه بعض أهل السنة، لأن الأصل الذي بنوه عليه شيء والأصل الذي بناه عليه هو شيء آخر. فمن دقيق الفهم أن تعرف مآخذ أهل البدع من الأصول في الأقوال التي ذكرت عنه، كهذا القول من جواز تعذيب الله الخلق بلا ذنب، فهذا القول مبني على الأصلين المذكورين. وذا الذي ذكرت لك من أنه قد يوجد من أهل السنة من يذكر شيئاً يتوهم فيه أنه موافق أهل البدعة، وهو مفارق لهم في أصول ذلك القول، كالمعروف عن ابن تيمية الحفيد من القول بفناء النار. فإن منشأ قول ابن تيمية في القول بفناء النار غير منشأ قول الجهمية في فناء النار، فالجهمية يشاركون ابن تيمية في الأمر الظاهر وهو القول بفناء النار، لكنهم يفارقونه في الأصل. فالأصل الذي بنى عليه أولئك قولهم ولم يخصوه بالنار، بل قالوا بفناء الجنة والنار، مبني على إبطال تسلسل الحوادث، فهم يبطلون تسلسل الحوادث ويقولون بانتهائها استمرار المخلوقات، ويرون ذلك نقصاً في حق الله سبحانه وتعالى. وأما ابن تيمية فلما قال بهذا فهو مبني عنده على نسبة صفة الرحمة والغضب إلى الله، فالرحمة دارها جنته، والنار دار، والصفة المقابلة لها وهي الغضب دارها النار. وصفة الرحمة صفة ذاتية، وصفة الغضب صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله واختياره. وقدم الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله على متعلق الصفة الفعلية التي يرجع اتصاف الله بها إلى اختياره ومشيئته، ففرق بين قول ابن تيمية في هذا وقول أولئك، وهو الذي أراد المصنف أن ينبه إليه لما ذكر هذا القول، وأنه مبني على أصول فاسدة. فينبغي أن يتنبه إلى معرفة مآخذ الاعتقاد عند أهل البدع لمعرفة المسائل التي ذكرت عنهم من أي أمر أخذوها وعلى أي أصل بنوها، حتى إذا وقع قول لأهل السنة لا يتوهم أن أهل السنة يوافقون هؤلاء في قولهم، كقول أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، مع قول الخوارج بأن الإيمان يزيد وينقص،
فأصل الإيمان عند أهل السنة غير أصل الإيمان عند الخوارج. إذا تبين هذا فإن المصنف ذكر أن المسألة المذكورة مبنية على أصلين، أحدهما للجبرية، وأن العبد مجبور على فعله، فلا حكمة في الأمر ولا النهي، وزيفه بإثبات أن الله حكيم متصف بالحكمة، وأن له حكمة بالغة في أمره ونهيه وفي جزائه سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثاني وهو منعهم نسبة الظلم إلى الله لأنه مستحيل لذاته فلا يجوز أن يكون مقدوراً له، فأبطله من جهة حقيقة الظلم، بأن حقيقة الظلم ليست ما ذكروه، وإنما حقيقة الظلم الزيادة في السيئات أو النقص في الحسنات، وهي بعض المعنى العام الذي يرجع إلى كون الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، بينه ابن تيمية الحفيد في فصل جامع في شرح حديث أبي ذر الغفاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويحى من لم يفلح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح رد على المعتزلة، فإنهم يثبتون الحكمة ويشبهونها بحكمة ويشبهونها بحكمة المخلوق، ولذلك أوجبوا عليه فعل الأصلح كمعتزلة بغداد، أو الصلاح كمعتزلة البصرة، وهم أخف من معتزلة بغداد. والحاصل أن للناس في الحكمة ثلاثة أقوال: فالجهمية ينفونها، والمعتزلة يثبتونها ويشبهونها بحكمة المخلوقين. هذا الذي ذكره المصنف حاصلاً باعتبار الكلام الذي ساقه، فالأصل في الحاصل أن يكون جمعاً للأقوال، وهذا بعضها، فإنه ترك مذهب السلف لتقدمه في كلامه في الصفحة السابقة أنه قال: وهو أن الله حكيم في أفعاله وفي قدره وفي شرعه وفي جزائه، فهو تعالى أحكم الحاكمين. فتعبيره بقوله الحاصل الموهم جمع الأقوال محله ما ساقه من الكلام أخيراً، لا باعتبار المسألة نفسها. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ويح من لم يفلح. ويح كلمة ترحم، وهي منصوبة على المصدر، وضدها ويل. والفلاح من الكلمات الجوامع، وهي عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. قالوا: فلا كلمة أجمع للخير منها، وقد نظم ذلك بعضهم في بيت فقال: إذا رمت تفسير الفلاح فإنه بقاء غناء ثم عز وعلمه. ذكر المصنف وفقه الله أن ويح كلمة ترحم، أي الحامل عليها طلب الرحمة بمن قيل له، ثم قال: وهي منصوبة على المصدر، وضدها ويل. والتحقيق أن الضدية فيها ما فيها، فهما كلمتان تشتركان في إرادة التهديد، كنظيريهما ويس وويب. ثم تفترق الكلمات الأربع من جهة المعنى الباطن، وهذه قاعدة اللغة، أن الكلمات التي تطلق على معان متقاربة تجتمع في أصل كلي ثم تفترق في أفراده، كالخضوع والذل والعبادة، فهي كلمات متقاربة كما قال ابن سيدة، لكنها تختلف بعد ذلك في أشياء بينها. ومنه أيضا كلمة ويل وويح وويك وويب، فهي تشترك في أصل التهديد ثم تفترق في تمام المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. قال الشارح رحمه الله: قوله فكل من شاء هداه يهتدي، اعلم أن أنواع الهداية أربعة: أحدها الهداية العامة المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
الثاني هداية البيان، الثالث هداية التوفيق، الرابع الهداية إلى الجنة والنار وهي الغاية. انتهى كلامه من بدائع الفوائد ملخصا وتمامه فيه، فلقد أجاد وأفاد رحمه الله. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. قال الشارح رحمه الله: هذه المسألة ليست من باب العقائد فلا مناسبة لذكرها هنا، ومراد المصنف الرد على المعتزلة القائلة إن الإنسان إذا تغذى طول عمره بالحرام لم يرزقه الله حلا. وفي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها ما ذكره المصنف، الثاني أن الرزق هو الحلال فقط وتقدم أنه مذهب المعتزلة، الثالث أنه إن أريد بالرزق الرزق المطلق الذي ليس له تبعة فلا يكون إلا من الحلال، وإن أريد مطلق الرزق المغذي فهذا يكون من الحلال ومن الحرام. ومثله النعمة، إذا قيل نعمة الله المطلقة أي الكاملة فهي خاصة بالمؤمنين، وإن أريد مطلق النعمة فهي على المؤمنين والكافرين، وهذا هو الصواب الذي اختاره ابن القيم في النونية وفي بدائع الفوائد، لأنه يجمع الأقوال وهو الموافق لظواهر النصوص. ذكر المصنف رحمه الله عند بيان الكلام على الرزق أن هذه المسألة ليست من باب العقائد، أي العقائد العامة التي تراد من الخلق كلهم مما يخاطب فيه جمهورهم، أما باعتبار العلم نفسه فهي من علم الاعتقاد، لأنها من مضامين الإيمان بالقدر، فإن من جملة الإيمان بالقدر الإيمان بالتقدير العمري الذي يكون في الجنين، ومن أفراد أصوله إيمان العبد بأن كل أحد يكتب رزقه في بطن أمه. وما زاد عن ذلك من بيان حقيقة الرزق التي جرى فيها الخلاف، هل يطلق على كل شيء أم يختص بالحلال دون الحرام، وما ذكر المصنف ختماً من قول ابن القيم، فهذا شيء يختص علمه ببعض الناس ويكون متعلقاً بذممهم ممن يجلس لبيان الناس تعليم العقائد ويكون مختصاً بعلمه، أما جمهور الناس وأحدهم فيكفيهم معرفة أن الله رزق العبد وأن من قدر الله كتابته الرزق للعبد في بطن أمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن يمت بقتله من البشر أو غيره، الضمير في غيره يعود على البشر ويحتمل أن يعود على القتل. قال الناظم رحمه الله: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. قال الشارح رحمه الله: قوله فدع أهل الضلال والخطل أي الكلام الفاسد، وهذه المسألة من فروع مسألة الإيمان بالقدر. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، وهي كلمة جامعة تدل على غزارة علم. وقد استحسن ابن عقيل من الإمام أحمد قال في النونية: واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد. ومراد المؤلف بأهل الضلال والخطأ المعتزلة الذين يقولون إن للمقتول أجلين، القتل والموت، وإنه لو لم يقتل عاش إلى أجله الذي هو الموت، وهذا معلوم بطلانه ومضادته لما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام سلف الأمة وأئمتها. فائدة: قال شيخ الإسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا زيادة ولا نقص، وأما ما جرى بالقلم في اللوح المحفوظ فهو يقع به محو وإثبات على قولين للعلماء، وأما الصحف التي بيد الملائكة فيحصل فيها المحو والإثبات. انتهى كلامه. وذكر أيضا أن مراتب الإيمان بالقدر أربع وفصلها في الواسطية وغيرها. ذكر المصنف هنا مسألة أشار إليها المعتزلة، وهو أن من قتل قد قطع عليه أجله فلم يستوفه، والصواب أن من قتل فقد قضي أجله، فالعبد يستوفي أجله إما بموت أو بقتل، تارة بغرق أو بحرق أو بخنق أو بغير ذلك، فلا يكون قد انقطع أجله، فالله قدر مقادير
الخلق وأنهى أعمارهم إلى آجال معلومة، ونوع الأسباب التي يقضى بها أجل العبد. ومن الغلط الواقع ما يذكره بعضهم عند الإرشادات المرورية من قولهم لا تقطع عمرك بحادث، فإن هذا مبني على مقالة المعتزلة بأن الحادث إذا مات فيه العبد قطع عليه عمره وأجله. والصواب كما تقدم أن آجال العبد أن آجال العباد مؤجلة، وتمامها بقتل بحادث أو بخنق أو بغرق أو بغير ذلك. ثم ذكر آخرا فائدة عن ابن تيمية الحفيد فيما يتعلق بتجدد الأقدار، مبينا أن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا زيادة ولا نقص. وأما ما كان من علم الله مثبتا في اللوح المحفوظ فهذا اختلف أهل العلم في جريان المحو والإثبات فيه، فمنهم من قال يجري فيه المحو والإثبات، ومنهم من قال لا يجري فيه المحو والإثبات، مع إجماع القائلين المختلفين على أن علم الله لا يجري فيه محو ولا إثبات. وأما الصحف التي بأيدي الملائكة مما كتبت فيها أعمال العباد فيحصل فيها المحو والإثبات، فيثبت فيها شيء ويمحى منها شيء. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. وواجب على العباد طر أن يعبدوا طاعة وواجب على العباد طر أن يعبدوه طاعة وبرا. قال الشارح رحمه الله: قوله في الأحكام أي أحكام الشرع التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح، ولذلك قال: ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. قال الناظم رحمه الله: فهذا حد العبادة قوله ويفعل الفعل الذي به أمر، يشمل الواجب والمسنون حتما أي لازما، ويترك الذي عنه زجر يشمل الحرام والمكروه. وهذا الحد الذي ذكر المؤلف جامع مانع، ومثله ما حدها به الفقهاء، فقالوا العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وحدها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبارات وإن اختلفت لفظا فمعناها واحد. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة حقيقة العبادة، مبتدئا بالتنويه بما ذكره المصنف في قوله ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. فمدار العبادة عنده على امتثال الأمر والنهي، فمدار العبادة عنده على امتثال الأمر والنهي. ثم ذكر قولا ثانيا وهو أن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، أي لا يعلم وجه ثبوته من طريق التتابع الواقع في عرف الناس، من جهة التتابع الواقع في عرف الناس، وهذا هو المراد بقوله اضطراد عرفي. ولا يعلم طريق ذلك بدلالة ما يقتضيه العقل، ولا يعرف طريق ذلك بدلالة ما يقتضيه العقل، وهو المراد بقوله ولا اقتضاء عقلي. فالعبادة متمحضة فيما جاء من طريق الشرع. ثم ذكر قولا ثالثا هو لابن تيمية الحفيد في رسالة العبودية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة. ثم قال: وهذه العبارات وإن اختلفت لفظا فمعناها واحد، أي أنها تشترك في معنى كلي، أي أنها تشترك في معنى كلي. والمتكلمون في تعريف العبادة لهم موردان، أحدهما فعل العبد، فعل العبد، والآخر المتعبد به، والآخر المتعبد به، أي من أنواع العبادات، أي من أنواع العبادات. فتارة يذكر أحد تعريف العبادة باعتبار تعلقها بالعبد فعلا له، من جهة تعلقها بالعبد فعلا له، ومنهم من يذكر حقيقة العبادة باعتبار
أنواع المتعبد به كالواقع في كلام ابن تيمية، فإنه أراد حقيقتها من جهة ما يتعبد به حتى يقع من العبد عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فصل. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. قال الشارح رحمه الله: ذكر إسماعيل بن أحمد النيسابوري في كتاب الوجوه والنظائر أن لفظة قضى في القرآن جاءت على 15 وجها وسردها. قال الناظم رحمه الله: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. قال الشارح رحمه الله: قوله لأنه أي القضاء. قال الشارح رحمه الله: لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال. قال الشارح رحمه الله: التعليق الثاني هذا على البيت الثالث: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، هذا لا تعليق عليه، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تعالى. نعم، صحوا هذه، ألغوا رقم 2 عند كلمة القضاء واجعلوها عند آخر البيت الثالث المذكور في الصفحة، رقم 2. نعم. قوله أحسن الله عليكم: قوله لأنه أي القضاء. قوله: وذاك أي المقضي المبغوض لله ورسوله من أنواع المعاصي من فعل الذي تقال، أي تباغض إلى الله بفعله ما نهى عنه والقلاء البغض. واعلم أن الرضا بالقضاء والقدر قسمان: قسم يتعلق بأفعال الله وقسم يتعلق بأفعال العباد. أما أفعال الباري سبحانه فهي قسمان أيضا: أحكام شرعية وأفعال قدرية. أما الرضا بأحكام شرعية فهو واجب ولا يتم إيمان العبد إلا به، والدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما أفعاله القدرية فهي أيضا قسمان: نعم ومصائب. أما الرضا بالنعم فالنفوس مجبولة عليه، وأما المصائب فالرضا بها مشروع بالاتفاق، لكن هل يجب أو يستحب؟ الذي يدل عليه كلام الناظم رحمه الله وجوبه، والصواب أنه مستحب لا واجب، وإنما يجب الصبر. وأما القسم الثاني فهو المتعلق بأفعال العباد فهو تابع لأحكامها، فالرضا بالواجب واجب وبالمحرم محرم وبالمسنون كذلك وبالمكروه مكروه وهكذا. هذه الجملة من القول من شواهد ما وهب المصنف رحمه الله من تسهيل الإفهام، فإن مسألة وجوب الرضا وعدمه مما تنازع فيها النظار وطال فيها الكلام، فلخصه المصنف بما هو بين واضح جلي بأن ذكر أن الرضا بالقضاء والقدر قسمان: أحدهما قسم يتعلق بأفعال الله، والآخر قسم يتعلق بأفعال العبد. ثم جعل أفعال الباري قسمين أيضا: أحكام شرعية وأفعال قدرية. ثم قال: أما الرضا بأحكامه الشرعية فهو واجب ولا يتم إيمان العبد إلا به، فيجب على العبد أن يرضى بأن الله شرع لنا 5 صلوات، وأن يرضى بأن الله كتب علينا الجهاد، وأن يرضى بأن الله حرم علينا الخمر. قال: وأما أفعاله القدرية فهي أيضا قسمان: نعم ومصائب. وفي تقريب العبارة يقال: نعم ونقم، نعم ونقم. قال: أما الرضا بالنعم فالنفوس مجبولة عليه، وأما المصائب فالرضا بها مشروع بالاتفاق. والفرق بينهما أن النعم قدر ملائم والمصائب قدر مؤلم، أن النعم قدر ملائم والمصائب قدر مؤلم، والعبد لا يفتقر إلى الرضا بالقدر في ما لائمه من راحة وصحة وسعة عيش، وإنما يفتقر إليه أكثر في الرضا بالمصائب وهي الأقدار المؤلمة. فذكر أنه مشروع بالاتفاق، أي مأمور به ومتنازع في رتبة الأمر، فمن أهل العلم من جعل الرضا بالأقدار واجبا، ومنهم من جعله مستحبا،
وهو الصحيح، واختاره من المحققين ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم والمصنف في كتب عدة له. ثم ذكر أن القسم الثاني وهو المتعلق بأفعال العبد فهو تابع لأحكامها، فالرضا بالواجب واجب، والرضا بالمحرم محرم، أي الرضا بكون العبد صلى أو أمر غيره بالصلاة هذا واجب، والرضا بالمحرم كشرب الخمر حرام، وكذا في مكروه ومسنون ومباح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. قال الشارح رحمه الله: قوله يفسق المذنب بالكبيرة أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة، وبه سمي العاصي فاسقا، وبه سمي العاصي فاسقا، ومنه حديث خمس فواسق إلى آخره. والكبيرة قد حدها الشيخ موسى الحجاوي في نظم الكبائر بحد جامع مانع مفيد جدا، فقال: فما فيه حد في الدنا أو توعد، بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده، بنفي لإيمان ولعن لمبعد. ومراده بحفيد المجد شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله كذا إذا أصر لزم وداوم بالصغيرة، الباء بمعنى علاء على الصغيرة، وأما من أتبعها بالتوبة والاستغفار فليس بمصر عليها. وفي الحديث ما أصر من استغفر. ذكر المصنف في هذه الجملة معنى قول الناظم ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. فالمذنبون يحكم بفسوقهم في حالين، إحداهما مواقعة الكبائر، والأخرى الإصرار على الصغائر. وبين حقيقة الكبائر بما ذكره عن موسى بن أحمد الحجاوي صاحب الإقناع وزاد المستقنع، فله نظم لطيف في الكبائر، وبين فيه حد الكبيرة بقوله: فما فيه حد في الدنا أو توعد، بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده، بنفي لإيمان ونص لمبعد، أي أن ولعن لمبعد، أي أن الكبيرة ما توعد عليه بحد في الدنيا أو في الآخرة، أو جاء النص بنفي الإيمان عن صاحبه أو لعنه. وهذا المذكور في كلام جماعة هو علامات الكبيرة، أي القرائن الدالة عليها، وتتبعها في خطاب الشرع يبلغها 30 علامة. ومثل هذا لا يصلح كونه حدا، لأن من شرط الحد عدم التطويل، لأن من شرط الحد عدم التطويل، ذكره السيوطي في تدريب الراوي. والمختار أن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فهذا المعنى المدلول عليه بالقرآن والسنة. وإليه بلفظ قريب نحى شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي في تفسير سورة الشورى. وأما الإصرار على الصغيرة فلم يذكره المصنف، وحقيقته الاستمرار عليها دون توبة، الاستمرار عليها دون توبة، فلا يصح إطلاق القول بأنه مجرد فعلها، إذ لا يخلو أحد من فعل الصغيرة، وإنما يكون إصراراً إذا فعل فاستمر بلا توبة. فإن كان يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب فهذا لا يسمى إصراراً. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. قال الشارح رحمه الله: قوله بموبقات أي مهلكات، والبيتان في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالخوارج يقولون إن الفاسق الملي كافر مخلد بالنار، والمعتزلة يقولون ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبتون له المنزلة بين المنزلتين ويخلدونه في النار. والمرجئة بضدهم يقولون إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان وأهل السنة وسط بين الطرفين، فلا ينفون عنه مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، بل مؤمن ناقص الإيمان، وهو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. قوله عند بيان هذه المسألة: فالخوارج يقولون إن الفاسق الملي، المراد بالملي
المنسوب إلى ملة الإسلام، المنسوب إلى ملة الإسلام، وقوله عند ذكر مذهب المعتزلة ويثبتون له المنزلة بين المنزلتين، يريدون به مقاماً بين الإيمان والكفر، فهم يخرجون الواقع في الكبائر من دائرة الإيمان ولا يدخلونه في دائرة الكفر، فيمتنعون عن الحكم بكونه مؤمناً ويمتنعون عن الحكم بكونه كافراً، ويجعلون له رتبة بينهما سموها المنزلة بين المنزلتين. وكلا المذهبين المذكورين مذهب زائغ، والوسط طريقة أهل السنة أنهم لا ينفون عن فاعل الكبيرة مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق أي الكامل، فلا يقولون إن فاعل الكبيرة كامل الإيمان إلا أنه باق عليه اسم الإيمان فلم يزل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا. قال الشارح رحمه الله: قوله وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى أي قاد وجذب عليه حوبا، أي إثم. حد التوبة الرجوع عن معصية الله إلى طاعته، وحكمها الوجوب. قال الشافعي رحمه الله: فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب، وشروطه ثلاثة، وبعضهم يسميها أركاناً وخلاف لفظي: الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب في الحال، والعزم على أن لا يعود. هذه في حق الله. ويزيد حق الآدمي شرط رابع، وهو أن يرد عليه ما له عنده من كل ما يمكن رده أو يعاوضه، فإن كان عرضاً ونحوه وهو لم يعلم به، فقال الجمهور إنه يستغفر له ويدعو له، ولا يلزمه إعلامه ولا استحلاله، لأنه قد يكون سبباً للعداوة والشحناء، وإن كان قد علم بذلك فيلزمه استحلاله. قال الناظم رحمه الله: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. قال الشارح رحمه الله: قوله ويقبل المولى بمحض الفضل مفعول يقبل محذوف تقديره التوبة، قوله من غير عبد كافر منفصل عن الدين. وأما العبد الكافر المنفصل عن الدين فلا تقبل توبته من الذنوب. قال الناظم رحمه الله: ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. قال الشارح رحمه الله: قوله ما لم يتب من كفره بضده وهو الإسلام فيرتجع عن شركه وصده، أي إعراضه عن الدين. والمعنى أن الله يقبل من العاصي توبته من معاصي بشرط أن يكون مسلما، وأما الكافر فلا يقبل توبته من المعاصي حتى يتوب من الشرك أولا بالإسلام، فإذا أسلم فالتوبة تجب ما قبلها ولو كفر. قال الناظم رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وأجزل النعم، اعلم أن النعم نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالمطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وإذا قيل ليس لله على الكافر نعم بهذا الاعتبار فهو صحيح. والنعم الثانية النعم المقيدة كنعم الغنى والعافية وكثر الولد والزوجة، أكثر هذه مشتركة بين البر والفاجر. فإذا قيل إن لله على الكافر نعما بهذا الاعتبار فهو حق، فمطلق النعم مشترك بين المؤمن والكافر، والنعم المطلقة خاصة بالمؤمنين. ذكره ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا الذي ذكره المصنف هو أيضا خلاصة مسألة طويلة الذيل مختلف فيها، وهي: هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ وتحقيق القول أن النعم نوعان، أحدهما النعم المقيدة كالصحة والولد والزوجة، فهذا لله على الكافر فيها نعمة، والآخر النعم المطلقة كالإسلام والتوحيد والسنة، فهذه لا تقع للكافر وتختص بالمؤمن. وهذا التمييز معتد به في مسائل مختلف فيها تتعلق بالكفار،
وأنه يصح فيها النفي من وجه والإثبات من وجه آخر كالذي ذكرته لكم هنا. ونظيره عندهم مسألة أخرى هي: هل الكافر يحاسب في الآخرة أم لا؟ فهم متنازعون فيها نزاعا طويلا، وحاصل التحقيق فيها أن الحساب نوعان: أحدهما موازنة حسناته وسيئاته، فهذا منفي عن الكافر لأنه يقدم على الله ولا حسنة له، فهذا منفي عن الكافر لأنه يقدم على الله ولا حسنة له. لماذا يقدم ولا حسنة له؟ ما الجواب؟ لأنه جوزي بها في الدنيا. والآخر أن يراد بالحساب إيقافه على أعماله وتبكيته عليها وتوبيخه وتقريعه، فهذا حق يكون للكافر. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف أهل العناد والزندقة والإلحاد، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. قوله قال الشارح رحمه الله: قوله وقيل في الدروز هذه صيغة تمريض، لأن المؤلف لا يرتضي هذا القول، وهو المشهور من المذهب في الدروز من الحمزاوية أتباع حمزة اللباد القائلين بإلهية الحاكم العبيدي، ومثلهم البابية القائلين بإلهية الباب وغيره من طواغيتهم، وهم أربع فرق كما في الكواكب الدرية. قوله والزنادقة أي المنافقين. قال شيخ الإسلام: لفظ الزندقة لا يوجد في القرآن ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ أعجمي مولد من كلام الفرس، وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين. ومن أظهر الإسلام وأبطن خلافه كان يسمى منافقا، واليوم يسمى زنديقا، والمعنى واحد، فالزنديق والمنافق والملحد شيء واحد. قال الناظم رحمه الله: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل. قال الشارح رحمه الله: وكل داع لابتداع، قوله وكل داع لابتداع يقتل، هذا مقول القول، كمن تكرر نكثه. واتجه الشيخ مرعي في الغاية أن أقل التكرار ثلاث. قوله لا يقبل منه الإسلام على قوله واتجه الشيخ مرعي في الغاية، ما يذكر خبراً عن الشيخ مرعي، فالمقصود ما يذكره في كتاب غاية المنتهى بقوله يتجه، ما يذكره في كتابه غاية المنتهى بقوله يتجه، فإن مرعياً الكرمي قصد الجمع بين منتهى الإرادات والإقناع، ثم ذكر توجيهات في مسائل من أبواب الفقه مختلفة يصدرها بقوله ويتجه كذا وكذا كالموضع المذكور. واتجاهه يكون غالبا مخرجا على مسألة أخرى مذكورة عند الحنابلة، أو بالنظر إلى شيء منقول من علم آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قوله لا يقبل منه الإسلام على المشهور من المذهب. قال الناظم رحمه الله: لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. قال الشارح رحمه الله: قوله أذاع أظهر. قال الناظم رحمه الله: كملحد وساحر وساحرة، وهم على نياتهم في الآخرة. قال الشارح رحمه الله: قوله وهم على نياتهم في الآخرة، فمن كانت توبته صادقة فهي مقبولة عند الله بلا خلاف، هذا هو المشهور من المذهب. وفي المسألة رواية على الإمام أحمد قول ثان اختاره جمع من الأئمة المحققين، منهم شيخ الإسلام وتلاميذه وابن عقيل وغيرهم، أن توبة المذكورين مقبولة ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: ثم ازدادوا كفرا، أي أصروا عليه حتى ماتوا. وأما من تاب قبل الموت فيدخل في قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، وهذا هو الصواب بحول الله تعالى. ولكن المصنف توسط القولين بقوله: قلت وإن دلت دلائل الهدى إلى آخره. قال الناظم رحمه الله:
قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. قال الشارح رحمه الله: قوله العيلبوني هو حسن العيلبوني نسبة إلى عيلبون بلدة بالشام، فكان شاعرا لبيبا فائقا أخذ عن الشمس البابلي وغيره وارتحل إلى مصر ودمشق وجاور بها، ومن شعره القصيدة النونية التي هجا بها الدروز، وهي نحو 300 بيت ذكر فيها فساد مذهبهم وضلالاتهم، ثم ارتحل من دمشق إلى عكا ومات بها 85,000 من الهجرة. قال الناظم رحمه الله: فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. قال الشارح رحمه الله: يعني أن الزنديق ونحوه إذا تبين لنا يقينا صحة إيمانه وتوبته ونصرته ونصحه فهناك تقبل توبته ويحكم بها ظاهرا وباطنا. ودليله قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال الناظم رحمه الله: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل. قوله إيماننا قول وقصد وعمل، هذا تعريف الإيمان، فقوله قول يدخل فيه قول اللسان وهو نطقه، وقول القلب وهو اعتقاده وتصديقه، فأصله العلم. وقوله وقصد أي فيه، فيدخل فيه أعمال القلوب وهي الراجعة للإرادة كالمحبة والتوكل. وقوله وعمل يدخل فيه أعمال الجوارح كالصلاة، وعرفه شيخ الإسلام بأنه قول وعمل، أي قول باللسان والقلب وعمل بالقلب واللسان والجوارح، وهنا تعريف أوضح منهما، وهو أن الإيمان يدخل فيه 4 أشياء: قول اللسان وأعمال الجوارح واعتقاد القلوب وهي أقوالها وأعمال القلوب. فمثال الأول النطق بالشهادتين، والثاني الصلاة، والثالث التصديق، والرابع المحبة. وقوله تزيده التقوى وينقص بالزلل رد على المعتزلة والمرجئة والماتوردية والأشعرية والكرامية وغيرهم من الذين يقولون إن الإيمان مجرد التصديق فلا يزيد ولا ينقص. ذكر المصنف وجه ما أورده الناظم من حقيقة الإيمان في قوله إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل، ثم مال إلى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله من أن الإيمان قول وعمل بذكر متعلقاته، لما قال وهنا تعريف أوضح منهما، وهو أن الإيمان يدخل فيه 4 أشياء: قول اللسان وأعمال الجوارح واعتقاد القلب وهي أقوالها وأعمال القلوب. فهذا الذي ذكره وجعله أوضح منهما راجع إلى كلام ابن تيمية، إلا أن ابن تيمية رحمه الله جعل الموارد 5، وهي قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وعبارته أتم من غيره، وتوقف فيها جماعة من أهل العلم منهم شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم لذكر عمل اللسان فيها، توهماً أن ذكر قوله يغني عنه، والتحقيق أن قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا بهما كقراءة القرآن والذكر والدعاء. ذكر هذا ابن تيمية الحفيد وشيخ شيوخنا حافظون الحكم في معارج القبول. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستابيني. قال الشارح رحمه الله: وهذا أيضا رد على طوائف من أهل البدع الذين لا يستثنون في الإيمان كالجهمية ومن شاكلهم. قال شيخ الإسلام: وأما الاستثناء في الإيمان فالناس فيه على 3 أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا صح الأقوال انتهى. واختلف السلف في معنى الاستثناء على قولين: أحدهما أنه للتبرك وهو ظاهر كلام المصنف، والثاني أنه يتضمن السؤال من الله التثبيت عليه والتوفيق لما يكمله، لأنه لا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين، وهذا هو الصواب. قوله من غير شك، اعلم أن أول
اعلم أن أول درجات العلم الوهم، ثم الشك، ثم الظن، ثم العلم، وهو ثلاث مراتب: علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. فالشك التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قوله: فاستمع واستبني، بسكون الباء للوزن. ذكر المصنف هنا ما جرى من الخلاف في مسألة الاستثناء في الإيمان، بأن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله، فذكر أن منهم من حرم ذلك وهم الجهمية، ومنهم من أوجب ذلك وهم الكلابية، ثم ذكر كلام ابن تيمية أن منهم من يجوز الأمرين باعتبارين، أي يجعل هذا جائزا لاعتبار ويجعل هذا ممنوعا منه لاعتبار. ثم ذكر أن السلف اختلفوا في معنى الاستثناء مما ورد عنهم إثباته، وهو مروي عن جماعة من التابعين فمن بعدهم، فمنهم من رأى أن المراد به التبرك بذكر الله إذا قال العبد أنا مؤمن إن شاء الله، ومنهم من أراد بذلك سؤال الله أن يثبته على الإيمان وأن يبلغ كماله منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: نتابع الأخبار من أهل الأثر ونقتفي الأثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. قال الشارح رحمه الله: قوله ولا تقل إيماننا مخلوق إلى آخر الثلاثة الأبيات، إدخال هذه المسألة هنا ليس له مناسبة، لأنه قد تقدم أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن القرآن كلام الله. قال الناظم رحمه الله: لأنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. قال الشارح رحمه الله: قوله لأنه يشمل بفتح الميم ومضارع الشمل بكسرها من باب علم يعلم. قال الناظم رحمه الله: ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. وكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال الشارح: أما قوله وكل قرآن قديم، فقد تقدم أن هذه اللفظة لم ترد عن السلف، وأن كلام الله حادث الآحاد قديم النوع كما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. قول الشارح: قوله ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام البيتين، الأنام والوراء هم الخلق كما أتى في النص بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إنسان موكل به أربعة أملاك: اثنان يحفظان عليه فيكتبان أعماله، وكاتب الحسنات عن يمينه وهو أمير على كاتب السيئات فكاتب السيئات عن شماله، واثنان يحفظانه أحدهما أمامه والثاني وراءه كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قوله فيما تقدم: وأن كلام الله حادث الآحاد قديم النوع، حدوث آحاده أي تجدد أفراده، قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقوله قديم النوع أي باعتبار أن الله لم يزل موصوفا بالكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: الباب الرابع في بقية السمعيات: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. قال الشارح رحمه الله: السمعيات ما كان طريق العلم بها السمع، فلا مدخل للعقل بها، بخلاف ما كان طريقه العقل فيسمى عقليات ونظريات، وأهلها يسمون النظار. قوله ما كان طريق العلم بها السمع يعني الدليل السمعي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، سمي سمعيا باعتبار أنه يدرك بالسمع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله من فتنة البرزخ والقبور: البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، وقوله والقبور من عطف الخاص على العام، لأن عذاب القبر من فتنة البرزخ. قوله وما أتى في ذا من الأمور: فقد ثبت أن في البرزخ أمورا عظيمة، منها سؤال الملكين، والصحيح أنه ليس بخاص بهذه الأمة بل عام لجميع الأمم، ومنها عذاب القبر ونعيمه وضغطته وظلمته، وهما لكل واحد من الناس فلا يختص بهما الكافر. وأنكرت الملاحدة والزنادقة وبعض المعتزلة عذاب القبر، وعذاب القبر عام للروح والبدن كما هو قول أهل السنة، وهو أيضا عام لكل ميت قبر أو لم يقبر. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله:
وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. قال الشارح رحمه الله: في مسألتان عظيمتان، أحدهما أن الأرواح مخلوقة كما قال شيخ الإسلام، روح الآدمي مخلوقة مبتدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة رحمهم الله، انتهى كلامه. والثانية أنها لا تفنى بعد مفارقتها البدن ولا تنعدم كما تدل عليه الأحاديث الواردة في تنعيم الأرواح وعذابها بعد مفارقتها للأبدان. قال ابن القيم رحمه الله: إن أريد بموت النفوس أنها تضمحل وتصير عدما محضا فهذا غير مسلم، بل الصواب أن موتها مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. وما قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فالمراد كل شيء مما كتب عليه الفناء هالك إلا ما خلق للبقاء. والمستثنى من الهلاك ثمانية أشياء ذكرها السيوطي رحمه الله بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذاك اللوح والقلم. قوله وعجب، المراد بالعجب أصل الذنب الذي يكون منه خلق الإنسان. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. قال شارح رحمه الله: وقوله وما أتى في النص الكتاب والسنة من أشراط الساعة، وهي علاماتها وأماراتها، وهي ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى كالفتن الواقعة بين الصحابة، وقسم ظهر ولم ينقض وهي تتزايد وتكثر وقد وردت بها آثار، كقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، ونحو ذلك. القسم الثالث العلامات الكبار التي تتتابع كنظام انقطع سلكه تعقبها الساعة، وهي المذكورة بالنظم. قوله: فكله حق بلا شطاط، كسحاب وكتاب بفتح الشين وكسرها من غير طول ولا بعد. ذكر المصنف وفقه الله هنا أن أشراط الساعة علاماتها وأماراتها، وجعلها ثلاثة أقسام، ووصف ثالثها بقوله العلامات الكبار، وهو مصير منه إلى إرادة الأول بالعلامات الصغار، وإرادة الثاني بالعلامات الوسطى، فيكون الثالث كما قال العلامات الكبار. وتقسيم أشراط الساعة هذه القسمة الثلاثية متأخر حادث بعد سنة 600 تقريبا، فمن المقطوع به أنه لم يكن في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأول المصنفين كالبخاري وأحمد والدارمي واللالكائي وغيرهم، لأن مقصود الشريعة من نصب أشراط الساعة هو التخويف منها والاستعداد لها، لأن مقصود الشريعة من نصب علامات الساعة هو التخويف بها والحث على الاستعداد لها، وهذه القسمة تضعف ذلك. فمن الناس من إذا ذكرت له علامة فقيل هذه علامة صغرى قال: إذن لازلنا نستقبل حياة طويلة. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. قال الشارح رحمه الله: أما المهدي فقد ورد بذكره جملة أحاديث وآثار، وكلها لا تخلو من مقال، وورد أيضا أحاديث وآثار بنفيه، فاختلف العلماء فيه، فبعضهم صحح الأحاديث وأوجب اعتقاد خروجه، وبعضهم ضعفها وأبطلها، فقال: لا يثبت به شيء، وكان هذا والله أعلم أقرب إلى الصواب، لأن مبنى الاعتقاد اليقين وهو مفقود هنا. ومن تتبع سير ملوك بني العباس ومن كانوا ينتحلونه من هذا القول زعما منهم أن سياسة الملك تقتضيه، ووافقهم بعض علماء زمانهم لغرض ما، ترجح عنده القول بعدم ثبوته، وعلى كل فالله أعلم بالصواب. وأما المسيح فهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، سمي مسيحا، ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة خلافا للفلاسفة والملاحدة، فلا يعتد بقولهم. ونزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين كما في صحيح مسلم، ويكون مقررا لهذه الشريعة لأنه رسول مستقل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما في الصحيحين. ذكر المصنف في هذه الجملة خروج رجلين في آخر الزمان يصلح بهما، أحدهما المهدي والآخر المسيح، والفرق بين اعتقاد ما يجب فيهما
أن الأحاديث في المهدي من أهل العلم من أثبتها، ومنهم من لم يثبتها، فلأهل السنة فيه قولان، والمختار أن المهدي رجل يصلحه الله في آخر الزمان ويصلح به، وأما المسيح عيسى بن مريم فنزوله مقطوع به، وأهل السنة كلمتهم واحدة في أن المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان. ولم يثبت في وصف المهدي بأنه المنتظر، وهذا وصف سرى إلى أهل السنة من غيرهم، وإنما المعروف في الأحاديث أنه رجل يصلحه الله سبحانه وتعالى ويصلح به، فهو مهدي في نفسه هاد لغيره. أما الانتظار فهذا مبني على عقيدة غيرهم، مع ما يورثه من التعلق بالقدر المتوقع والغفلة عن العمل بالشرع الواجب. فمن الناس من يعرض عن إصلاح نفسه والناس منتظراً هذا الرجل الصالح المهدي، ويبني ما يفعله على ذلك، وهذا اعتداد بالقدر ومنازعة للشرع به، فإن الشرع أمرنا بأن نصلح أنفسنا وأن نسعى في صلاح غيرنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وأنه يقتل للدجال بباب لد الحل عن جدال. قال الشارح رحمه الله: قوله أنه أي المسيح عيسى بن مريم يقتل للدجال ويخرج الدجال في خراسان كما في سنن الترمذي، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان كما في صحيح مسلم. قوله بباب لد بضم اللام بوزن مد. قال ياقوت: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. وقد دل على ذلك حديث في مسند الإمام أحمد. قال الناظم رحمه الله: وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي فإنه حق كهدم الكعبة. قال الشارح رحمه الله: وقوله وأمر مفعول مقدم لقوله أثبت وهو مضاف، ويأجوج مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية والعجمة، ومأجوج معطوف عليه مجرور بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة. قوله أثبت أي اعتقد ثبوته، فإنه حق أي أمرهم وهو خروجهم ثابت بكتاب والسنة وإجماع الأمة، فخروجهم قطعي يجب الإيمان به. قال المؤرخون: أولاد نوح ثلاثة: سام وهو أبو العرب والعجم والروم، وحام وأبو الحبشة والزنج والنوبة، ويافث أبو الترك والصقالبة، ويأجوج ومأجوج. قوله كثبوت هدم الكعبة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة والسويقتين تصير ساق، أي صاحب الساقين الدقيقين، وليكن ذلك بعد خروج الدابة أو بعد ظهور الآيات كلها قرب قيام الساعة أو زمن المسيح أقوال. قال الناظم رحمه الله: وأن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن. قال الشارح رحمه الله: قوله أن منها أي من أشراط الساعة آية الدخان، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن عباس وابن عمر والحسن وزيد بن علي رحمه الله رضي الله تعالى عنهم: ودخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين، ويعتري المؤمن كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ولم يأتي بعد وهو آت. وأما السنة فروى مسلم والترمذي وابن ماجه والبغوي، وألفاظ مختلفة، واللفظ لمسلم من حديث حذيفة مرفوعة: إنها أي الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. فذكر من الدخان قوله وأنه الضمير للشأن يذهب بالبناء للمفعول بالقرآن، فهذا معنى قول السلف: إن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. معنى منه بدأ أي هو المتكلم به، لم يخلقه في غيره. ومعنى وإليه يعود أي أن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلب منه آية، كما جاء ذلك في الآثار، وهو الذي أشار إليه الناظم. قال الناظم رحمه الله: طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور. قال الشارح رحمه الله: أي من أشراط الساعة طلوع شمس الأفق هو الناحية، والجمع آفاق، والأفق أيضا ما ظهر من نواحي الفلك، وهو المراد هنا من دبور أي جهة المغرب، سميت بذلك لأنها تدابر باب الكعبة. قال العلماء: طلوع الشمس من مغربها ثابت في السنة الصحيحة الصريحة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا واجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها الآية، وقد استنبطها جمهور المفسرين من هذه الآية. قوله كذات أجياد على المشهور يعني أن طلوع الشمس من مغربها
من شروط الساعة، كما أن ذات أجياد منها وهي الدابة التي تخرج من الأرض، وذات بمعنى صاحبة، وأجياد أرض بمكة أو جبل بها، ولما كان موضع خروجها مختلفا فيه قال على المشهور، وأما خروجها فهو ثابت بكتاب والسنة وإجماع الأمة. ذكر المصنف ما روي في خروج الدابة من أجياد، ولا يصح في ذلك حديث، والناس مختلفون في ذلك على سبعة أقوال أو أكثر، ولا يصح في شيء منها ما يدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. قال الشارح: قوله آخر الآيات حشر النار للناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن إلى أرض الشام، قوله كما أتى في محكم الأخبار كما روى مسلم عن حذيفة بن أسيد مرفوعا، وروى البخاري عن أنس مرفوعا حديثا لا يعارضه. قال الناظم رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. قال الشارح رحمه الله: قوله فكلها أي الأشراط المذكورة صحت بها الأخبار أي بأكثرها، فإن أحاديث المهدي لم تصح عند أكثر علماء الحديث. قال الناظم رحمه الله: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيأهنا لمن به نال الشفاء. قال الشارح رحمه الله: قوله واجزم بأمر البعث بعد الموت، وهو جمع ما تفرق لا إيجاد من عدم، كما تقوله الجهمية وطائفة من الأشعرية، ويجب اعتقاده ويكفر منكره، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قوله النشوري هو بمعنى البعث والحشر جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها. قوله جزما بعد نفخ الصور أي نفخة البعث، لأن النفخة في الصور 30 نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث وهي المرادة بالبيت، وكلها ورد بها القرآن. وأما الصور فهو القرن الذي تجتمع فيه الأرواح فينفخ فيه إسرافيل فتخرج كل روح حتى تعود إلى جسدها. ذكر المصنف هنا أن النفخات 3، والمختار أنها نفختان: الأولى نفخة البعث وتسمى نفخة الفزع لأنه مبتدأها، فيفزع الناس أولا ثم يبعثون، والأخرى نفخة يخرج بها الناس من قبورهم. الأولى نفخة الصعق وتسمى نفخة الفزع لأنه مبتدأ فيفزعون ثم يصعقون، والأخرى نفخة البعث فيبعثون من قبورهم، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم القرطبي وشيخنا ابن باز. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح: الصواب أن الحوض قبل الصراط، وأنه بالموقف كما تدل عليه النصوص. قال الناظم رحمه الله: عنه يذاد المفتري كما ورد، ومنح سبل السلامة لم يرد، فكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. قال الشارح رحمه الله: الكوثر نهر في الجنة، وقيل إنه الخير الكثير. قال الناظم رحمه الله: فصل في الكلام على الجنة والنار، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. قال الشارح رحمه الله: قال أبو حنيفة: إن مؤمن الجن يكونون ترابا ولا يدخلون الجنة. قال الناظم رحمه الله: هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. قال الشارح رحمه الله: كل من يدخل النار فهو داخل، بقوله تعالى: الذي كذب وتولى، وهذا حد جامع مانع أي كذب بالخبر وتولى عن الأمر. قال الناظم رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلدي، وإن دخلها يا بوار المعتدي. قال الشارح رحمه الله: قوله يا بوار أي هلاك المعتدي يريد الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود المؤمن العاصي بالنار. قال الناظم رحمه الله: وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. قال الشارح رحمه الله: الكفر تكذيب ما جاء به الرسول أو بعضه. قال الناظم رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف.
قال الشارح رحمه الله: مذهب الجهمية والمعتزلة فناء الجنة والنار، وهذا بناء على أصلهم الفاسد، وهو عدم تسلسل الحوادث في أفعال الله تبارك وتعالى لا في الماضي ولا في المستقبل. وتوسط العلاف من المعتزلة فقال: تفنى حركاتهم لا ذواتهم. قوله عدم تسلسل الحوادث أي استمرار المخلوقات، أي استمرار المخلوقات. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر. قال الشارح رحمه الله: مذهب الجهمية أن الله لا يرى في الجنة، وكذلك المعتزلة. قال الناظم رحمه الله: فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. قال الشارح رحمه الله: قوله بالأبصار لا بالبصيرة كما تقول الأشعرية. قال الناظم رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة وفضل الصحابة. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن عظيم منة البيتين شاهدوا قوله تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الصواب أن النبوة من كلام رحمته ومنته التي أوجبها على نفسه. قال الناظم رحمه الله: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوته، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. قال الشارح رحمه الله: قوله الفتوة هي تمرين النفس بالتحلي بالأوصاف المحمودة والتخلي عن ضدها. المتفلسفة الاتحادية كابن عربي وابن سبعين هم الذين يقولون إن النبوة تدرك بالتكسب وتهذيب النفس. قال الناظم رحمه الله: ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلن على كل الأمم وخصه بذلك المقام وبعثه لسائر الأنام. ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى، كذا شقاق البدر من غير امترى، وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. وإن كل واحد منهم سالم من كل ما نقص ومن كفر عصم. قال الشارح رحمه الله: قوله من كل ما نقص بالديانة والمروءة. قال الناظم: كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. قال الشارح رحمه الله: يجب للرسل الصدق مطلقا، أي لا يدخل خبرهم تعمد كذب أو خطأ. قال المحققون: قد يقع من الرسل بعض الذنوب التي لا يقرون عليها بل يتوب الله عليهم. قال الناظم رحمه الله: وفضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. قال الشارح رحمه الله: قوله في الفضل اللازم في نفسه والمعروف المتعدي للغير. قال الناظم رحمه الله: وبعده الفاروق من غير افترى، وبعده عثمان فاترك المرى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أيوب السختياني: من زعم أن عليا أفضل من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وبالاتفاق أن الشيخين أفضل من علي رضي الله عنهم أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظام هذا للبطين الأنزعي، مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وفي الحزم. قال الشارح رحمه الله: قوله البطين عظيم البطن والأوجال المخاوف والحزم هو العقل، ما أشبه علي بالمسيح في الغلو والجفاء والتوسط، أعني فعل الناس به. قال الناظم رحمه الله: وافي الندى مبدي الهدى مردي العدى مجلي الصدايا، ويل من فيه اعتدى، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة. قال الشارح رحمه الله: العشرة كلهم من المهاجرين، وليس في الصحابة بل جميع الأمة مثلهم فضلا أن يكون أفضل منهم. أهل بدر 13 و300 أو 19، وأهل بيعة الرضوان 400 و1000 أو 500 و1000
ألف. قيل إن سعد بن معاذ في الأنصار بمنزلة أبي بكر في المهاجرين. قال الناظم رحمه الله: وقيل أهل أحد المقدمة والأول، وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.